القصة جينا 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 والشوق يحدينا في صيف نلقاك والفرحة تخشانا جينا جينا والشوق بالورد والريحان نغتنمها. أهلا وسهلا ومرحبا في اعزائنا المشاهدين خلف الشاشات وفي عبد العزيز وفي خالد حياك الله. يا مرحبا والله استاذ محمد. خلونا زي ما عودنا كل في بدايه كل حلقه اللهم صل وسلم على رسول الله صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. باذن الله تعالى اليوم بيكون اكثر شيء في حلقتنا عن جنودنا في الحد الجنوبي الله ينصرهم. نحاول نسوي لفتة إيجابية عنهم. طبعا ما راح يكون كل الحلقة عندنا فقرات أكيد أنها بتعجبكم بإذن الله. راح يكون إن شاء الله أكثر فقراتنا اليوم عن الحد الجنوبي. عندنا أوبريت بسيط, عندنا يعني مسابقات بسيطة يمكن تكون لها علاقة, عندنا شيء في الهاشتاج بيسولفنا عنه خالد. إيش عندنا في الهاشتاج اليوم عن الحد الجنوبي؟ عندنا زي ما ذكرت في البداية موجه اليوم للحد الجنوبي جنوب. للجنود البواسل جنود الوطن. عندنا لفتة أيضا كلمات شكر أو دعوات لعل الله أن يتقبل من أحدهم صادف ساعة استجابة. أيضا رسائل لأهل وذوي الحد الجنوبي سواء كانوا من توفى أو استشهدوا في سبيله أو من بقوا في الدنيا. يا سلام. لا ننسى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم قال ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزاه. هذه إن شاء الله باللفتة. أيضا مسي على المشاهدين والمشاهدات الله يسعدهم. واللي يقول أني أنا ما أقرأ من الهاشتاج والله أني أقرأ, لكن الحين أوعدكم أي رسالة مكتوبة في الهاشتاج عن الحد الجنوبي يمكن يقول أنك تقرأ اسمهم خطأ. عاد اللي يكتب انجليزي عاد ما يتحمل. طيب يغيرون عربي, يغير عربي, لكن اليوم بقرا ان شاء الله. الان اي واحد يكتب او واحده تكتب عن الحد الجنوبي رساله شكر او دعاء او ثناء اي شيء للحد الجنوبي خاص جنود البواسل راح اقراها الان. يعني نقول بسم الله نبدا في الهاشتاج. هاشتاجنا اليوم برنامج صيف الرياض خمسة. وهو الاخير نمبر خمسة. خمسة بالانجليزي. الله يحييكم. احنا يمكن غردنا فيه كلنا في حساباتنا, تلقونا في الحساب. ادخلوا وابداوا اكتبوا عن لفتة بسيطة عن جنودنا البواسل في الحد الجنوبي, واحنا ان شاء الله عبد العزيز مستعد انه يقرا كل الرسائل. الله يوفقك كل الرسائل. امين امين. ولا تعطي شيء من كيسك. اي لا والله والله هذا الاهم. ما لا لا بالعكس والله ان صرنا يعني ما وجدنا بتوفيق الله ان شاء الله الا يعني ننقل لهم. وعشان المصداقيه مريم تقول اللهم الا في الحد الجنوبي رجال تركوا اسرهم للدفاع عن الدين والوطن فاللهم انصرهم بنصرك يا كريم. هذه من مريم. يا سلام. مصداقيه على طول. طيب على بال ما يحضروا ويتفاعلوا المشاهدين. الله سبحانه وتعالى في كتابه تكلم عن ايه قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله ليجزي الصادقين بصدقهم. هذا كان في الصحابه ولا شك انه هو يقاس على جميعنا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هم مقصود فيهم يعني كل من قاتل في سبيل الله لتكون راية الله, دافع عن وطنه, دافع عن عرضه, دافع عن ماله. كلهم في سبيل الله إن شاء الله. إن شاء الله. والمتوفى منهم يرجى له الشهادة. فمنهم من قضى نحبه منهم من أدركته الشهادة ويعني ونال فوز الشهادة ومنهم من ينتظر. صحيح. ينتظر إحدى الحسنين إما نصر وإما شهادة. أخوي سلطان الله يمسيكم ويمسي بالخير طبعا ضابط في القوات المسلحة وأمس راح للحد الجنوبي ما شاء الله طلع مهمة وعسى الله إن شاء الله يوفقه وتحياتي له ولزملاء كلهم عسى الله يردهم إن شاء الله. اختيار الله سبحانه للشخص لدفاع عن الدين أو دفاع عن الوطن هي اصطفاء من الله أنه اختاره هو ليكون في هالموقع. فهي نعمة تحتاج شكر. وايضا يعني اذا كان لابد من الموت بد يعني ان كان لابد من الموت صحيح فالكل يرجو الشهاده. يا اخي اي شرف انك يعني تجاهد في سبيل الله وتدافع عن وطنك صحيح وترفع راس عزوتك واهلك ويا اخي تراب وطنك. يعني هذا يعني ما تقول على قولتهم رايح غير مرضاة الله ولا غير طاعة ولي الأمر. صحيح. يعني الحمد لله وعسى الله ينصرهم ويحفظهم يا رب. هاشتاج
الهاشتاج إيمان تقول الله يوفقهم بالحد الجنوبي الأبطال نفتخر فيهم. أحمد الله يسعده، أصبر معلش دخلت على التغريدة الثانية. أحمد يقول أخوي رايح من رمضان، الله ينصره يا رب. الله يحفظه. أيضا هنا بدو الله يسعدك، كنا اللي نخدمك يا حبيب محمد. الله يسعدك كما هو بنون. أيضا بندر بريدي الله يسعده يدعو لحبايبنا الغالين. معلش آسف أنا دخلت على هاشتاج أمس. الدعوة تكون لعموم من يدافع عن وطنه ويدعو من يدافع عن دينه. هبة تقول اللهم انصرهم وسدد رميهم وحقق أمانيهم واجعل شهداءهم في الفردوس الأعلى من الجنة. روح متفائلة تقول اللهم سدد رمي جنودنا البواسل على ثغور بلادنا. أيضا عبق لا ترجع اكتب بالانجليزي، اكتب بالانجليزي اسمك، هذا بالعربي جميل. الله يجزاهم عنا وعن بلاد الحرمين خير الجزاء، واسال الله لهم النصر والتسديد. ايضا توتو حاطه صوره تقول اللهم افتح لجيوشنا الابواب آمين. وازل آمين عنهم الصعاب واصرف عنهم كيد كل منافق وكذاب. طبعا ما شاء الله صلاتي نجاتي برضو تدعو لؤلؤة القرآن تقول اللهم إنا أبطال الحد الجنوبي أرخصوا أرواحهم دفاعا عن الدين والوطن، اللهم احفظهم بحفظك. لما تقول الله يوفقهم وينصرهم وشكرا على هذه اللفتة. طبعا هم ما أرخصوا، هم رفعوا من نفسهم صراحة، لأن هذه عزة ورفعة للمواطن. أيضا ترى مفهوم عكسي، يعني أقول لك من تواضع لله رفعه، هو من تواضع من مفهوم الدنيوي انه ارخص نفسه بذلها. نفس الشيء هم ارخصوا ارواحهم في سبيل الله. اي والله فزادتهم رفعه. يا اخي ان ننام اللهم لك الحمد، ناكل صحيح نشرب الان، يعني شوف جالسين اللهم لك الحمد بامان وتاركين اهالينا بيوتنا وتعيدنا وصمنا ونمنا. لا شك ان نعمه الامن وهم يتعبون والله. اقول لا شك ان نعمه الامن الله سبحانه في كتابه امتن على قريش تحديدا، يعني ولانهم كانوا المخاطبين بالقران والنبي صلى الله عليه وسلم بعث لهم. يا سلام اختص نعمتين بالذكر. في سورة قريش قال آمنهم من أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فامتن بنعمتين الشبع والأمن، وسرها ولغزة أنها هي فعلا هي سر الحياة وهي أعظم نعمتين تستحق الشكر والمحافظة عليها. يا سلام. جنودنا البواسل لما يروحون للحد الجنوبي في البداية يكون في خوف وفي رعب، لا شك يعني إنه يعني بينام في الجبال بيكون تحت القصف دائما وتحت الرصاص ومعرض، يعني فعلا قاعد يحمل روحه بيده، في أي لحظة ممكن يعني الله سبحانه وتعالى ياخذ أمانته. لكن لما كنت أسولف مع سلطان أخوي قاعد أقول له سلطان إيش كنت تشعر فيه، إيش كنت تحس فيه قبل؟ قال أول ما بلغونا أنه يعني وحدتنا بنروح للحد أكيد أنه صابنا خوف، ولا شك يعني لا شك مهما كان الإنسان حب الدنيا وحب الأهل والوطن. ولكن لما وصلنا ومر اليوم الأول خلاص الله سبحانه وتعالى أزال الخوف من قلوبنا. يقول سلطان والله أني أنام وأسمع الرصاص في الجبل اللي أنا أنام فيه. يا سلام. ونايم ومطمئن لأني أدركت أنه أنا أموت شهيد ولا أموت لا قدر الله في حادث سيارة ولا أموت بمرض ولا أموت يعني صح ولا لا. إذا المؤمن مؤمن بأجله وقدره ما راح يخطيني شيء، وأجل لن يستقدم ولن يتأخر بالثانية بالوقت. هذا سواء كان هنا أو سواء كان هنا. هذا برضو أحد الأقارب يعني يوم راح كانوا حزينين، يعني أهله ويعني الأقارب اللي حوله وأخواته كانوا حزينين مرة، يعني فقده يعني ما تعودوا أنه بيروح، وغير كذا يعني بيروح يمكن بلا ردة. فراح وجته إصابة ورجع، سبحان الله اللي عانوه على العودة بعد الإصابة أهله. قالوا له روح خلاص لا تجلس. تعرف بعدين ورسالة نوجهها لكل أم أو أخت يعني أو زوجة راح زوجها راح ابنها للحد شارك مع الناس، أنا أقول المفروض أنها ترفع رأسها، المفروض أنها تستمتع بهذه الهبة اللي الله سبحانه وتعالى أعطاها ابنها ولا زوجها. يعني خلنا نفرض أسوأ شيء في وضعهم ومات في الحد، ما بنقول مات، استشهد بإذن الله بمفهوم الدنيا، أسوأ شيء بمفهوم الدنيا، بمفهوم الدنيا أنه مات، ترى مات شهيد ولا يكون ولا مات بميته ما نعرف إيش الله مات شهيد فخر لأهله في الدنيا وشفيع لهم في الآخرة إن شاء الله بإذن الله بإذن الله إن شاء الله. طيب الهاشتاج ما شاء الله ولا طيب. الله يسعدكم. شروق تقول اللهم انصرهم بنصرك واحفظهم بعينك التي لا تنام وارحم الشهداء منهم وارزقهم الجنة. الله. معوض الجهني يقول مشكور يا جندي على الحد، مشكور الله. مشكور عند النجوم السارية لأنك تدافع عن هداية ونور، ما أنت على الضلال، ما أنت على الضلال ومع الفرق. يا أخي لا تشكلون الله يسعدكم.
مع الفرقة الباغية أو الباقية الباغية الله الله معليش اكتب بدون تشكيل تكفون الله يسعدكم. أمي حياتي تقول الله ينصرهم ويحفظهم. رواء غدا أجمل تقول الله يوفقهم ويسدد رميهم وينصرهم ويرد كيدهم وكيد كل حاقد. إبراهيم الثنيان يقول الله ينصر إخواننا الجنود البواسل على الحد الجنوبي. صمت تقول الله ينصرنا وينصر جنودنا على الحوثيين عاجلا غير آجل. سالة تقول الله ينصرهم ويحفظهم. ضحى تقول الحلقة الأخيرة لكن الله يسعدكم وينصرهم. أمير الإحساس يقول هؤلاء فخرنا ومن نراهم عليهم للدفاع عن الدين والوطن، كل التقدير لهم، هنيئا لهم بالفوز والنصر أو الشهادة في سبيل الله. طيب خاطر جت في بالي تو لما كان تكلم عن اليوم مجهز لنا احنا باقي عندنا دقيقتين على الفاصل، انت مجهز لنا ان شاء الله اليوم لفتة، ايش رايك تجمع الكلام وتضبطها لللفتة؟ لا هذه لما بحطها هنا غير اللفتة. الامام احمد بن حنبل لما تعرض للتعذيب في قصة خلق القرآن، فتنة مرت على الأمة، الامام احمد هل القرآن مخلوق او منزل؟ الشاهد فيقول الإمام أحمد أكثر ما صبرني وأنا يعني ساحبينه بدخلوا السجن، وأنا أدخل السجن يعني قدام السجن التقيت بواحد قاطع طريق فشافني قال وش عندك يا إمام أحمد هنا؟ قلت إنه القصة إنه فتنة خلق القرآن، فقال يا أحمد أنا قاطع طريق وصابر على الجلد فأنت على حق اصبر. الله. فيقول كل ما إنما هي صوت إنما هي صوتان يا أحمد، هي جلدتين بس والباقي خلاص تتعود عليه. يا سلام. وانت انا على باطل وصابر وانت على حق، يعني معليش ما تستوي. فكل ما يعني احسست بالالم تذكرت كنت رجع انه هو على باطل وصابر. فهذه لما قال انه انصرهم على من يعني هذول الحد الجنوبي يقاتلوا في سبيل الله وهم حق وحمايه تذكر الناس اللي جالسين يقاتلوا هم على باطل او كيف هم صابرين. الله الله. طيب اعطيكم تغريدات سريعه. عائشه بن سلمان ورهف استغفر الله وغنى الشريف ورين وبيرو مرحبا لي ومطيريه يا عين ابوي وهاسا واحلام وخيريه البدري وسبوله واريج الحربي والمتوكل على الله وجودي وسعاد وصالحه بنت سعد وابراهيم الثنيان والهنوف ولودي وصلت هذول كلهم دعاء. انا ابغى اقول اسماءكم بس عشان مشاركتهم الله يسعدكم كلهم يدعون ان شاء الله. قبل ما نطلع فاصل خلينا بس نذكر المشاهدين الكرام طبعا ايش الفقرات اللي عندنا اليوم. احنا عندنا ان شاء الله بعد الفقره هذه في فاصل بسيط وبعدين بيدخل معنا اللواء الطيار بما اننا نتكلم عن الحد الجنوبي عبد الله السعدون. ما شاء الله. عشان واكيد انه معروف عند كل الناس قصه نجاح وقصه كفاح لا شك وانسب شخص ممكن يتواجد معنا في هذه الحلقه. فنقول الفقرات اللي بعدها ولا نسكت؟ انا خليني مفاجاه. شوف هي اليوم الحلقه الاخيره صح؟ صحيح. وهي كل شيء حصري يعني خلكم قريبين. طيب شوف اذا كان اذا وصل الهاشتاج ترند نقول لهم الفواصل الفقرات كلها. ان شاء الله بيوصل ان شاء الله بيوصل لكن مو بالطموح هو لنا طموح عشان ينتشر برضو اللي بنقدمه اليوم صراحه. طيب. لفته رايه. خلونا عشان الفقرات نبغى نمشي بالوقت لانه الضيوف ينتظرون والضيوف ما شاء الله اليوم واجد. خلونا نطلع فاصل ان شاء الله وبعدين نكمل الفقرات. بالورد والريحان نغتنم هالفرصه خلى في الحديقه شال. الله يحييك شرفتنا ونورتنا اللواء الطيار عبد الله السعدون، يا مرحبا ومسهلا. الله يحييكم وانا اسعد بكم وبهذه القناه وهالشباب الرائعين سلام. وخاصه الدعوه الحقيقه من الاخ محمد ملهم، وانا من الحقيقه المعجبين بالعصاميين الذين يتغلبون على كل العوائق ويبرزون ويبدعون ويصبحوا دليل او مثال يحتذى للاخرين. احنا نتعلم منك لا شك هذه الامور. اذا تكلمنا عن العصاميه فاول من يكون الدكتور اللواء عبد الله. طبعا اللواء عبد الله معروف والمعروف لا يعرف، ولكن بستعرض القليل جدا من سيرته الذاتيه على الهواء. طبعا اللواء عبد الله السعدون بكالوريوس علوم جويه مع مرتبه الشرف ما شاء الله الاولى، بعدين ماجستير في العلوم العسكريه عام 1978، اصبح مدرس طيران وقائد سرب في القوات الجويه ما شاء الله، كذلك مدير اداره الحرب الالكترونيه في القوات الجويه ما شاء الله، بعدين قائد كليه الملك فيصل الجويه
ما شاء الله تبارك الله، والآن عضو مجلس الشورى. نعم أكرم الله. وآخر آخر شيء اللي نعرفه عنه اللي هو مؤلف كتاب عشت سعيدا، واللي ألهمنا كثيرا عشت سعيدا من الدراجة إلى الطائرة. ما شاء الله. وهذه قصة الإلهام اللي أقول إذا ذكر الإلهام فاللواء عبد الله في المقدمة بكتابه من الدراجة إلى الطيارة. طبعا لا يمكن أروح الدوام في الصباح من غير ما أستعرض تغريدات الصباح اللي عندنا. تغريدات ملهمة. هذه فاتتني. لا فاتتك نص عمرك. إحنا من الآن نقول اللي ما تابع حسابه ما تابع. وش حسابه معليش؟ اكتب عبد الله السعدوني. أنا والمشاهدين. عبد الله السعدوني ساعدنا عشان أنا والمشاهدين. أنا الحقيقة رسالتي في هالحياة أحب الشباب. أنت واحد من الشباب. في البداية بالمناسبة أنا الحقيقة يعني أدين لله سبحانه وتعالى ثم للمرأة أمي، لأن أبوي توفى وأنا أقل من سنتين رحمه الله، صغير ولا أعرفه، لكن الوالدة سبحان الله العظيم يعني كأنها أخذة يعني الدورين كأنها أخذة يعني تخصص في التربية، أعطتني حرية لكن مراقب له من بعيد. الوالدة موجودة؟ لا والله توفت الله يرحمها قبل 7 سنوات. يعني هذه تعطيك مناعة وتعطيك ثقة بنفسك وبالقيادة. أنا كل تغريداتي دائما أول شيء للمرأة، للرياضة، للقراءة، للمحبة، يعني لابد من ان نتصافى، لابد ان 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 نحب بعض، لابد ان يعني لا يمكن ان 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 نعيش بصراع. لا يمكن متخلخلين يعني نكون متماسكين من الداخل نختلف، ولكن ليس لدرجه العداوه والخلاف والقطيعه، يعني الاختلاف سنه الحياه من مبدا الاختلاف لا يفسد للود قضيه. بالضبط. لا شك انه كلنا نقدر يعني المراه، لا شك امنا اختنا زوجتنا، وراء كل رجل عظيم امراه، وهي نصف المجتمع. كثير من تغريداته يعني فعلا يصور فيها المراه انها هي صاحبه على قولهم الجميل في حملنا للاعلى، في حمل المجتمع للاعلى. انا والله ادعوكم لمتابعة حساب الان نزلنا حساب ممتاز في الهاشتاج متابعة حساب اللواء عبد الله، ولو بس يكتب عبد الله السعدون راح يطلع لنا يصير لي متابعين زياده. تستاهل والله. بالعكس اذا ما يصير لك انت متابعين مين تابع؟ ميزه الدكتور ولا قصورا باحد انه لا زال يحمل الروح الشبابيه. اللواء عبد الله لا زال يحمل الروح الشبابيه مع احتفاظه بخبرات السنين. لا حرام مو شباب ترى تاج راسي. الله يسلمك. شوف اول شيء خلاص قلب ونايف بلاش. الشيء الثاني انا ادين لله سبحانه وتعالى بالنسبه للصحه للرياضه. يا سلام. انا صباح كل صباح ما شاء الله ما شاء الله. طبعا اول ما استيقظ اذا كنت نايم بدري بعد صلاة الفجر ما أنام، وإذا كنت متأخر أصلي الفجر وأخذ لي غفوة، لكن لازم أشرب موية لكاسين أو ثلاثة وأمشي على الريق. إيه وأمشي يوميا. إيه أو ألعب رياضة لمدة 40 دقيقة على الأقل. ما شاء الله. وبعدين رياضة برضو ستريتشز، تعرف مع تقدم السن لازم يكون عندك المرونة. مرونة صحيح. المرونة التنفس الأشياء هذه كلها، ثم بعد ذلك أتناول مثلا فاكهة. ما شاء الله. نعم هذه مهمة جدا. يعطيك الصحة. وبعدين عاد اخذ لي مثلا كوب قهوة ومع هذا زبادي اي شيء وكذا. الفطور خفيف. لكن ادين لله سبحانه وتعالى ثم الرياضة. النوم مبكر. الغذاء الجيد. ابو نايف انت من الناس اللي يصرحون بعمرهم ولا لا؟ اي نعم. اي نعم انا من مواليد 1371. ما شاء الله. العمر كله. عليك محسن. الله يسلمك. اي عليك محسن. لكن انا دائما احطها بالميلاد يحسن. 52 توفر لك سنه. يعطيك الصحه والعافيه ويطول عمرك. كل بعد 30 سنه تطيح لك سنه. يطيح لك سنتين ثلاث. لكنها هي ما تشعر فيه. احسنت. وليست العدد. ما شاء الله. اذا انت تشعر انك كبرت وانك يجب ان تترك اللعب وتترك الرياضه وتترك الناس فانت تكبر. فانت قاعد تكبر. دائما في مثل يقول الإنسان
لا يتوقف عن اللعب لأنه شيخ، وإنما يشيخ لأنه لا يلعب. الله جميل. اللعب مهم، حتى لو تلعب مع أحفادك مع أبنائك مع كذا خليك مريح. لا في داخل كل إنسان يبدو لي الطفل ما يموت بس يعني كنت تسحب عليه أو تنميه. إيه لا خلي الطفل. ما شاء الله يعطيك الصحة والعافية. أبو نايف سم، أنت اللي خليتنا نقول لك أبو نايف. لا بالعكس، هذا أجمل. الله يسلمك. أنت شغوف بالتعلم ومحب كثير للتعلم ما شاء الله، وهذا شيء ملفت جدا فيك. إيش السر؟ أكيد أن التعلم مهم، لكن بالطريقة ما شاء الله اللي أنت ما تحس أنه كثير أوفر. أنت تقرأ كتب كثير، تطلع كثير، ما شاء الله عليك. أنا أدين أيضا لله سبحانه وتعالى من القراءة. القراءة فتحت لي أبواب ما تتصور. لما بدأت أقرأ، وبدأت أقرأ تقريبا من 5 ابتدائي، لأني انتقلت إلى الرياض وانتقلت إلى بيت علم. ماشي. نعم. ورأيتهم عندهم مكتبة ومؤسسين مكتبة وكذا وكذا، وبدأت أقرأ، بدأت أحب القراءة. فالقراءة هذه جعلتني يعني أحب القراءة وأحب العلم. وأنا في القوات الجوية عملت 35 سنة، أكثرها كمعلم في الطيران، وآخرها كنت مكفصل جوي. وجدت نفسي في الكلية مع الطلبة. كنت أحب الطلبة مثل ما أحب أبنائي، لأن يقول يعني بدون هالطلبة الكلية ما لها قيمة. يا سلام. نفس الشيء المدارس. أنا أقول دائما الطالب هو الأهم. بدون طالب يبقى مباني فقط. صح. ولذلك هذا التواضع وهذا اللي نحتاجه. لابد يعني تهتم بالتعليم. ثم الطالب هذا هو خليفة الجيل، وهو يعني مستقبل الوطن والأمة. ما شاء الله تبارك. فالتعليم إذا أردت أمة أن تتقدم عليها أن تهتم بالتعليم وتهتم بالمعلم، تهتم بالمنهج، تهتم يعني جانب المرح، لأنك تتعلم عن طريق المرح أضعاف ما تعلم خاصة الطفل عن طريق الجد وعن طريق مثلا يعني العنف. أبو نايف، أنا حضرت لك مرة في أحد المسارح وأنت تتحدث، وذكرت لنا كثير من الصعوبات اللي واجهتك في حياتك بما أنك نشأت بدون أب. ولا شك حتى لو كانت أمك يعني الله يرحمها يا رب معك، إلا أنه في صعوبات كثير تواجهها بدون أب، وواجهتها وتغلبت عليها وصرت الآن اللي هو عبد الله السعدون اللي يتغنى فيه كل الناس. ودي بس تقدم نصيحة للشباب اللي يوقف عند أي حاجز، أي حاجز، خصوصا أنه كل ما تقدم الوقت كل ما كان الشباب أضعف من قبل. صحيح. أنا قابلت في إحدى المناسبات رجل عصامي، وهو في السبعينات أو في 75 ما شاء الله، لكنه أصبح الآن من أكبر تجار المملكة ما شاء الله في مجاله. ما أبغى أذكر مجاله لأنها، لكن قال لي حاجة واحدة، قال يا عبد الله أرجوك أن تكتب، يقول وتعطي محاضرات، أرجوك قل للشباب الصبر الصبر الصبر. قال أنا اشتغلت بريالين باليوم، يقوله والله أني مشتغل من الصباح إلى المغرب، أشتغل بريالين طبعا من زمان، والآن يقول أملك مئات الملايين، وعندي أكثر من 60 شخص يشتغلون لي. يقول أنا ما معي أساس ابتدائي، ومعي ناس الآن يشتغلون في شركتي، معهم دكتوراه ومعهم ماجستير ومعهم بكالوريوس. يقول أنا رئيس مجلس الإدارة. السبب يقول أني صبرت صبر وصبرت وتعلمت، وحتى اللي أعطوني ريالين يقول لو أنهم قالوا اشتغل بلاش اشتغل بلاش، بس تعلم، لأني كنت يقول واضع هدف بعيد وناوي. ولذلك الشاب لا يأتي يقول أبغى أصير مدير ولا أبغى أصير كذا ولا كذا، لا، أنا لو أجي في البداية أدخل بس، شفت كيف، وأصبح شيء بسيط، أحط رجلي في البداية، أحط رجلي بس. وتعلم. ولو يبغوني أشتغل زيادة ساعات أشتغل زيادة ساعات، أثبت نفسي. لكن في النهاية يمكن أنا أكون رئيس الشركة أو أسس الشركة مثل هالشركة اللي أنا كنت أشتغل فيها. بس تتوقع هذا الكلام ينطبق على وقتنا الآن؟ أول كانت حتى لو صبر الواحد في فرص كثير ممكن يحصل عليها، الآن ما في فرص، لأنه لازم يصبر ويعمل في نفس الوقت. والله شوف، أنا أقول لك المنافسة كل ما تزداد بلا شك، لكن الفرص لا يمكن تنتهي. مثل لو يجيك واحد رسام يقول لك والله خلصت الصور ولا خلصت اللوحات الجميلة، جميل، أو الفنان أو شيء، ما في ما تنتهي. لكن أنا أنصح حتى الشباب، حتى اللي في الجامعة الطالب، أقول اشتغل إذا قدرت. أفضل الطلبة وجدوا اللي يشتغلون،
يشتغل وقت مع وهو يدرس لأنه ينظم وقته. إيه لا لأنه يحب ويعرف قيمة العمل ويعرف قيمة المال ويصير له معارف. وهو أسرع واحد يتوظف بعد ما يتخرج هل كان يشتغل إما عن طريق طلاب اللي كان الجامعات يا طلاب الجامعات اسمعوا الكلام. لا شك أنا كنت في أنا أعطيت محاضرات في نيوزيلندا وفي أستراليا وفي ماليزيا عن طريق تعاون مع التعليم العالي. نعم وجدت أن الطلبة الأجانب يشتغلون وخاصة من الدول يعني من جنوب شرق آسيا زي فيتنام الدول الفقيرة يعني أو يجون على حسابهم أو يجوا شيء يشتغل في بيتزا هات ولا في كذا ست ساعات ويروح للجامعة ويتفوق. وقلت للطلبة السعوديين قلت من أفضل الطلبة عندكم في أستراليا قالوا الصينيين. قلت ليش؟ قال أذكياء. قلت لا أنا أعتقد فيه. قال لي واحد يجلسون أربع ساعات في المكتبة يبحثون يشتغلون. فهو لابد من شف الجهد ما في يشتغل مصفف كتب ومنظم وداخل مكتبة ويقرأ ويبحث ولا بد تتعب في البداية الفكرة هذه يبدو الفكرة هذه ولا أقطع واردك أبو نايف بدأت عن بعض المبتعثين في بعض الدول اللي تسمح فيها الطالب ببارت تايم دوام جزئي أنه يشتغل في مكتبة أو يشتغل محضر طعام أو شيء منها مصدر دخل ومنها حتى يوفر قيمة الأكل منها زي ما قلت تفتح له آفاق يتعلم خبرة يواجه الناس ويمكن تكون في المستقبل هي مهنته. يمكن إذا رجع المملكة يكون اشتغل مثلا في شركة في سياحة في كذا يمكن يأسس شيء يكون عرفها هناك أو يقيم علاقات مع الشركة اللي هناك ويبدأ يشتغل معهم. طيب على صعيدك الشخصي أنت إيش الصعوبات أصعب الصعوبات اللي واجهتك في حياتك خلال مسيرتك؟ والله الحمد لله أنا كنت سعيد ما واجهني شيء أقدر أقول إنها أبدا الحمد لله يعني لم يواجهني مثلا حاجة مع أننا كنا نشتغل وكنا وأسسنا مكتبة أنا وولد عمي وإحنا في أنا في المتوسط. أبو نايف بس تصحيح لكلام أخوي محمد يمكن بمفهومك أنها بصعوبة لكن بمفهوم الآن مفهوم الشباب أنها يعني عقبة كبرى لا يمكن أحد يحلها. لا بس يعني تعرف الحاجة ما إحنا ما لحقنا ترى على الجوع الجيل اللي قبلنا لحقوا على شيء ما تتصور وكتبتنا في كتابي يعني الجوع بشكل ما تتصور ما يجدون الأكل أحيانا لو تأخر المطر عنهم سنتين مات الحلال هو النخال وكل شيء وهاجروا اللي يقدر يهاجر يروح الكويت يروحون العراق يروحون الهند ما في شك احنا ما لحقنا عليها احنا كنا انا اقول احنا الجيل الحضيض اللي اخذنا شوي من هناك وتعلمنا منهم دروسهم اي لكن عشنا ايضا في خير يعني وقت الخير وهذا طيب ايش سالفه الدراجه؟ الدراجه انا كتبت كتابي من الدراجه الى الطائره عشت سعيدا لاني كان عندي سيكل السيكل اشتريته وانا في رابع ابتدائي اشتريته لاختي شفت كيف؟ بعد ما زوجت قالت وش تبغى هدية؟ كنت ابغى سيكل اشتريت لي سيكل بقي معي واحتفظت به وما ما ما عرفت اللي هو ايش سواقة السيارة ولذلك كتبت يعني عشت سعيدة من الدراجة للطائرة طرت الطيارة قبل السيارة جميل سقت الطيارة قبل الطيارة قبل السيارة حتى في كل مؤسسة جوية يقول لي المدرب يقول لي ترى واحنا في التاكسي رايحين هذا اللي يقول ياخذ السلم خطوات ايه يقول لي مدرب ترى الطيارة ايه مدرس طيار واحد انجليزي يقول ترى الطيارة مثل السيارة على الارض قلت انا ما اعرف السيارة لين يشوفني بالفرامل والاشياء وكذا بلاش احنا في وقتنا ما كل واحد عنده سيارة صحيح ولا هو عند ابوه ولا عمه ولا اخوه ولا سيارة قليلين لكن بعد ما تخرجت من الكلية شريت سيارة تعود تعلمت وخذت رخصة أحس اللي بيعلمك السيارة يقول لك ترى نفس الطيارة تمشي ما شاء الله ما شاء الله لكن البدايات كانت صعبة ولا استاذنا؟ بداية الطيران صعب خاصة في الطيران احنا دخلنا مثلا عادة لما تدخل 40 يمكن يتخرج 20 طيار
وباقي وعشرين يمكن ما يتخرجون فنيين. عادة هي قدرات وموهبة يعني الله سبحانه وتعالى يعطيك قدرات. نعم. ما كل واحد ممكن يكون فنان، ما كل واحد يكون صوته جميل مثلا، في فاوتة بين أشخاص في كذا، ما كل الله سبحانه وتعالى وزعها أرزاق. أنا كنت فاهم عنوان كتابك من الدراجة إلى الطائرة أنه تدرج. ما دريت أنها قفزة واحدة. ما شاء الله عليك. أنت هي خربت علينا أسئلة الحلقة. خربت علينا الأسئلة الباقي. لا لا بالعكس. طيب مهنة الطيار لا شك أنها يعني زي ما قلت تحتاج مواهب شخصية وقدرات جانبية. هل كان مثلا تعليم لغة شرط أو كان تعليم مستوى جامعي مستوى بعد الثانوية؟ اللغة الإنجليزية كانت شيء أساسي لأن هي لغة الطيران على وقتكم، حتى على وقتنا، والمدرسين كلهم كانوا إنجليز. والحقيقة أنه ندين لهم بالانضباط. شوف عندهم ثقافة احترام الوقت واحترام الأنظمة. الأنظمة دائما نقول أنها كتبت بدماء، حتى نظام المرور صحيح. يعني اللي يستهتر فيه يموت صدق لأنها ما كتبت من فراغ ولا والله بس كذا بس حط السرعة 120 لأني ما أبغاك كذا، لا لها أسباب مدروسة. نعم الإشارات اللي وضعت اللي يقطع الإشارة هذه ولذلك احنا ندين للقوات الجوية وللطيران بشكل خاص انه يعني فيه اسم قانون مرفي يقول إذا فيه مجال للخطأ فسيحدث. مصر. If things can go wrong it will. ولذلك لا تترك مجال للخطأ. قد لا تحصل لها المرة لكن تحصل الثانية أو الثالثة أو الرابعة. ولذلك دائما خذ جانب الحذر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعقلها وتوكل. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يعني أنا دائما أقول للشباب لا تأخذون لأن هذه حياتك. وبعدين ترى في شيء اسمه التوكل وفي شيء تواكل. التوكل انك تاخذ كل جانب الحذر والله سبحانه وتعالى تقدم الاسباب المشروعة. التواكل لا اللي الله كاتب ما علي بمشي بسرع ابدخن وما تدري له جاي يتكلم. انا قريت بعض الاشياء من الكتاب. انا اعترف لك ان الكتاب متجدد وممكن يواكب كل عصر وكل جيل. هل في خطة لشيء آخر أو كتاب آخر؟ أنا كتبت كتاب ثاني لكن خرج في معرض الكتاب. ما شاء الله صار. اسمه كتاب العضة. كتاب ليش؟ العضة. العضة. العضو ما نزل حصل. لا نزل. موجود في جرير وموجود في العبيكان وهو من تطوير الذات. ما شاء الله. الحقيقة حاولت لأني أنا عندي محاضرات. الله يبارك. وكنت كان عنوان محاضرة خطوات في طريق النجاح. ما شاء الله. لكن قلت خليني أغير العنوان إلى العضة وبدأتها بقصة واحد أبدع من أخواننا اليمنيين بسبب العضة. عضة قام يعني هو يشتغل مع عمه وطاح حاجة وانكسرت فقام ولد عمه عضة مع راسه. يا ساتر. يقول عضني عضة يقول صب الدم وكذا هذا وكان في جيزان. يقول عمي ما يعني ما طقه ما سوى شيء فيقول زعلت وركبت السيارة وجيت الرياض. عمرك كان 12 سنة يمكن يوم وصل الرياض 15 سنة. يقول بدأت أشتغل وقلت لازم أشتغل يكون عندي محلي مثل عمي. والآن هو من كبار التجار حق العطور وكذا وكذا. وقال شوف العظة. لا زالت. إي والله. قلت أجل ولد عمك يقول هذا من فضل قال الآن يذكرني. أبو نايف. أنا ودي عظة. أضمن لي. أنا بقولها. أضمن لي التجارة وخذ عظة. أضمن لي التجارة وخذ عظة من أنت وياه. أنا قلت كل واحد قد يحتاج إلى عظة اللي هي تصحيك. يمكن عندك قدرات كامنة. ولا تدري عنها مبضرة سعاد هذا من اللي بيعض يا ابو نايف لكن انا ما احتاج لا ما شاء الله ما شاء الله انا عضني زماني ما ايضا استعاد عض زمانه الكل والله يثني ويشكر لك تواجدك انك اعطيتنا من وقتك يعني ما شاء الله والكل يسال بدايات الطيران طبعا في الهاشتاج اللي هو برنامج صيف 5 بدايتك كانت هنا في الطيران او في الخارج؟ لا انا بدات هنا في كليه الملك فيصل الجويه ما شاء الله وكنا من الدورات الاولى انا في الدوره السابعه وكانوا يخرجون تقريبا كل سنة هذا وكلية الملك فيصل الجوية لا تزال أنا تخرجت منها طالب وتقاعدت منها كقائد لها
ولا أدين بالفضل الحقيقي للكلية، لأني وجدت نفسي في الكلية مع الطلبة تمارس الرياضة وتمارس الطيران و تعطي محاضرات. وإذاك من شب على شيء شاب عليه. استمر جدول. لاحظت أنه أكثر الضباط الكبار بمختلف الضباط الكبار في السعودية بمختلف تخصصاتهم يكونون حريصين على الرياضة. صح، يمكن يمكن نشأت معهم من أيام الكلية والعسكرية. هي إلزامية الرياضة، جزء من سواء في الكليات العسكرية أو حتى في الوحدات، الوحدات المقاتلة خاصة مصر. هذه لأن بدون لياقة بدنية ما تقدر تسوي شيء. أنا دائما أقول حتى للمدنيين، يا جماعة الخير أهم شيء صحتك، لأن بدون صحتك تصبح عالة حتى على أسرتك وعلى عملك وعلى كل شيء. الصحة مهمة. الشيء الثاني أسرتك، تهتم بالأسرة، تهتم بزوجتك، تربي أطفالك صح، هذولا هم اللي سيبقون لك حتتقاعد. الشيء الثالث عملك اللي هو أمانة وخدمة للآخرين وإخلاص ومصدر رزقك. فهذه الثلاث الأشياء يجب تحافظ عليها. صحيح. وثم تحافظ على العلاقات، يكون عندك لك مساهمات في الأعمال التطوعية والمجتمع. لأنه لا بد منها هذه الأشياء ولا المجتمع يضيع. صحيح سبحان الله. طيب أنت كعضو مجلس شورى، نعم، إيش أبرز القضايا اللي أنت دائما يعني تجادل أو تناقش فيها في مجلس الشورى؟ والله شوف، أنا أقول عضو مجلس الشورى الذي ينجح هو الذي لديه قضية ويدافع. أنا عندي الحقيقة التعليم أعتبره شيء أساسي. يا سلام. يعني ودائما وداخل في التعليم حقوق الإنسان. يعني دائما أقول يا جماعة الخير لنقلل الأخطاء في أي مكان، يعني سواء أخطاء يعني بشرية كثيرة دائما، هذه مهمة. ولذلك دائما أقول يا جماعة الخير خلونا نتأكد من أن الإجراءات هذه، إجراءات السلامة، إجراءات كذا، المرور، الحاجات هذه كلها. ممتاز. نستنى تشريع القوانين. ذوي الإعاقة اشتغلنا على نظامهم. وكان معي شخص متميز اسمه الدكتور ناصر موسى. نعم. أنا ودي أنكم تستضيفوه. ما أدري. استاهل والله. هذا هذا رجل. اشفع لنا عند القناة كل يوم. أنا أعتبره هو الأب الروحي لذوي الاحتياجات الخاصة بشكل عام. ولا يأتي مكان إلا يحييها. أحياها في جامعة الملك سعود وأحياها في وزارة التربية والتعليم في ذاك الوقت، والآن في مجلس الشورى هو متبني أشياء. فاشتغلت أنا وياه على نظام ذوي الإعاقة، حدثنا كان اسم مجلس وحولناه إلى هيئة وأضفنا إليه أشياء من الأمم المتحدة ومن قوانين أخرى ورفعناه مجلس الوزراء. وإن شاء الله أنه يعني قريب الكلام هذا. إي قريب إن شاء الله. إن شاء الله يفعل. بعد انت جيت على الوتر الحساس. إيه؟ القضيه اللي دائما نتكلم عنها اللي هي قضيه ذوي الاعاقه في السعوديه. إيه؟ فالله يقويكم، ترى احنا تحت امركم في اي مشوره، في اي شيء تحتاجونه، بحكم يعني تجربتنا في موضوع الاعاقه. احنا شغالين الان، انا شخصيا طبعا شغالين على مشروع ان شاء الله ان في مدينه الغاط انها تصبح نموذجيه في يعني تطبق اللي هو يسمونه الوصول الشامل. ما شاء الله. على مستوى ليش اخترت الغاط؟ نعم. ليش اخترت انا من الغاط؟ وهي مدينه صغيره يعني متوسطه الحجم، و ديرة الشيوخ ايضا فيها محافظ يشجعني. ما شاء الله. وايضا الدكتور ناصر موسى اقترح هذا الشيء وقلنا يلا خلينا نسوي. رائعه والله انه يكون شيء برضو غير العاصمه، يعني الناس اكثرها تلتفت الرياض الرياض الرياض. نبغاه زي ما يقولوا يسمونه بايلوت بروجكت، تجي تشوف تقول صح الوصول الشامل اربع مجلدات لكن نبي نطبقه في هالمدينه بحيث يصبح بشكل بسيط. تعال شوف نقول مثلا مثال الان ان شاء الله. في عندكم خطه لهذا الموضوع؟ طبعا بدانا فيها، وبدانا مع مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، ولكن إن شاء الله يعني بعد هذا الصيف نبدأ في تفعيله إن شاء الله. ممكن إن شاء الله تمتد يعني المجمع القصيم. نبغى في كل المملكة إن شاء الله. ارجعوا يم الرياض شوي. أنتوا رحت بعيد المجمع القصيم. هو ترى بيرجع خلال عشان تكمل الجنوب. التطبيق في مدينة كبيرة
أصعب، لكن نشك. في مدينة هذه نشك. الكل معك، المحافظ، البلدية، الشرطة، الكذا كذا، وربما يكون المساحة فيها يعني المدن الكبيرة تحتاج إزالة أحيانا في بعض المناطق ثم إعادة تأهيل. نعم نعم، المناطق البكر تكون جديدة. نعم. هذا بالنسبة لمجلس الشورى، يعني في أكثر من قضية الواحد. خليني أنا دائما لما وصلنا لمجلس الشورى، موضوعنا اليوم عن الحد الجنوبي. رسالتك لواء ورسالتك كواحد من أبناء الوطن. والله شوف، أنا زرتهم ورأيت الحقيقة الروح المعنوية العالية جدا في جازان. الله يبشر. وفي نجران والله يعني شيء ما تتصور. حتى واحد عقيد يقول شوف، احنا مهما عملنا ومهما كذا لا يمكن أن في الوطن حقه، يقول ولا يمكن، وأضحي بنفسي وأضحي بأبنائي ولا أفقد شبر من هذا الوطن. اي والله بهالمنطق. وتحدثنا مع الجنود وتحدثنا مع هذا كلهم، ففي روح معنوية عالية، فيه تفاني رجال الحقيقة، يعني أبناء المملكة. وكل ما تزيد الأزمات تجد هالشعب يتماسك. كل ما يكون تفجير، الله لا يغير علينا الا بحسن، تفجير يبغون يخلقوا طائفية، بالعكس تلقاهم يرفعون الجميع ابدا، من الشرق والشمال والجنوب والشرق. يقول لك ليش؟ لانه لا شيء كالامن في الاوطان. أيوة ما في زيها، كل شيء يتصحح صحيح الا انفلات الامن. ولذلك ان شاء الله الحد الجنوبي أنا متأكد إن شاء الله أنه خير. وأنت مواقع تجربة بعد وزيارة لهم يعني. أنا عملت حتى في اليمن، أنا عملت في صنعاء ما شاء الله، وكنت مدرس طيارة هناك ما شاء الله أيام الكلية. لا قبل لما كنت مدرس طيار وعملت هناك. واليمن أنا أعتقد هو المملكة كأنهم بلد واحد، مهما حاول إيران ولا غيرها ولا كذا، المملكة واليمن شعب واحد، شعب واحد وسيبقى شعب واحد يا رب. وسيكون أنا متأكد أنه بيكون في حلف قوي جدا بينهم وتعاون بشكل ما تصور، بس ينتظرون الحرب تنتهي. لن تترك، قربت إن شاء الله الحرب تضع وزارها إن شاء الله. اليمن إن المصائب تجمعنا المصابين، فسبحان الله لما تصير فتنة الناس كلهم شركاء في المصيبة، فيزدادوا لمة واجتماع. اليمني كان هنا يأتي بدون تأشيرة ويعمل كما يعمل المواطن خليجي، والمواطن أيضا يذهب إلى هناك ويتزوجون من هناك، وكل شيء بالنسبة لجيزان وهذا بلد شعب واحد. لكن فرقته السياسة خاصة الرئيس السابق يعني حاسها تغطيت الجغرافية. الله ينتقم منه إن شاء الله، وإن النظر النصر قريب إن شاء الله. أبو نايف الوقت معاك يمشي بسرعة، الله يسلمك. وانت انسان لو نجلس البكرة ما خلصنا ننهل من فوائدك ومن علمك لكن عزائنا ان نلقى شيء مكتوب لك ونتابعك في تغريداتك. الله يسلمك، شكرا لحضورك. انا والله شاكر لكم. الله يسلمك، ومستعد في اي وقت. الله يسلمك، طالما هناك فائده. والله جمع الله حالك. والله يوفقكم. امين. وعجبتني هالبساطه. الله يسلمك. احنا والله عزور لما قمنا بواجبك بعد. والله ما قمنا بواجبك. احنا بساطتنا لما اعطيتنا واجب شفنا الموضع اريح من طرف. الله يعطيك العافيه، شرفتنا طارق. شكرا لك. شكرا لك. ما قمنا بواجبك. لكن هذه راح بكره نتغدى جميل. صدق والله. والله تراك تتكرم علينا فيها. الله يسلمك. الله يسلمك. شكرا لك. تسلم. انا اسم خالد كرم. ونعم. خالد كرم وعبد العزيز الدريس. عبد العزيز الدريس. ونعم والله. هذا ياخذ معي ولا؟ اي يلا. طيب خلاص محمد محمد انا ودي اعطيكم من اللي ما عنده كتابي. اتشرف والله. من اللي ما عنده كتابي؟ انا اتشرف والله. انت اعطيتك؟ انا عندي عموما عندي في البيت بس عطيه. يعني انا قصدي لا والله انا اشتريته. طيب استاذ انا انا باثر الشباب عني افتح وبزورك واخذ نص الكتاب الثاني. خلاص 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 خلينا بهدي الاستاذ محمد. الله يعطيك العافيه. كيف خليه يكتب باسمه واسمه. لا ما في مشكله ما في. اي لا لا خذ راحتك. طبعا الهواء الهواء موجود علينا. طبعا على الهواء ان ما ننقطع على الهواء بس فخذ احنا مستمرين. رينتي يعني ما تفضل هنا في على الطاوله اريح لك رايك. طيب ابو نايف ودي تتكرم علي تكفى بكره نتغدى جميل. الله يرضى عليك. الله يسلمك. اي والله والله ترى تشرف داري يا ماجد. شكرا لكم شكرا لكم. الله يوفقكم. الله يسعدك ونتشرف والله بك، وانت اضافه كبيره صراحه
يعني مو بس الشباب منطقة الرياض وصيف الرياض، لا والله للقناة كلها. الله يوفقكم. الله يسعدك. يبيض وجه حبيبنا محمد برضو على والله يشرفك. ضيف ابو نايف جاي عند الحلويات. والله انه ودنا صراحه، لانه ما قمنا بواجب والله من حرجين. معوده بالله. بس ان شاء الله ابو نايف بيشرف هدايا. انا كودي اختبره بشوف بياكل حلا ولا بسوي عليها دايت. الحلا ياكل حلا وشلون يا. يعطيك الصحه والعافيه. ونبغاك 20 ولا 21؟ اليوم الله يحييك. شوال قصدك؟ 22 شوال. والله هذا شوال اللي ما شاء الله طول. اي ما شاء الله. صار فيه كل احداث العالم ما شاء الله. لسه باقي 10 ايام. مبروك. الله يعطيك العافيه. شكرا جزيلا. شكرا. هذا بالمناسبه كتابي هذا الف عن الدكتور خويطر كتاب كامل 560 الوزير السابق رحمه الله عن كتابي وجابه لي في البيت. ما شاء الله. اي والله. تستاهل كل خير والله. اي والله. ايش؟ في كاميرا معنا؟ كتاب هنيئا لك السعاده. اما كتاب عشت سعيدا كتاب هو هنيئا لك السعاده. جميل. اي والله. يا سلام. الله يغفر له ويرحمه. الله يغفر له. وجاء لامي في البيت والله ما يعرفني. سبحان الله. ولا هديته اهداه له. جابه له الاخ سليمان الوايلي اللي حق المكتبه التراثيه. حق المكتبه التراثيه معروف. جابه له. سمعت عطره الدكتور رحمه الله. هذا اللي يسموه المعارضه الشعريه. ايوه. الله يسعدك استاذنا الغالي وحضورك والله شرف. وسبحان الله الدقائق الحلوه الرائعه هذه. أيوة سبحان الله على طول تروح. ما في والله اسئله برضه. ما توقعت كم في اسئله من الجمهور، لكن ان شاء الله بما انك ما شاء الله في التويتر. من النصف او زياده. ما توقعت. ما دامك في التويتر ما شاء الله او اكثر. اي وما دامك في التويتر ما شاء الله فعال، ودنا برضه تشارك في الهاشتاج ان شاء الله. ان شاء الله. الله يعطيك العافيه. اجل نختمها ما دامنا جلسنا نختمها بصوره ختاميه مع تاج راسي. ودنا بسلفي. ايه الله الله. اجل ورا ما تجي انت هنا ولا لا؟ لا خلوه يصور. واحد اثنين. الله يسعدك تاج راسي. الله يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه. وسامحنا والله ما قمنا بواجب. سامحنا جارك. الله يسعدك. انتم اللي سامحونا. يا جارك من هنا الله يحييك. من هنا الله يسلمك. معلش هو الدين. الله يسعدك. استودعناك الله يا مولاي. الله يهينك. يا حبي ابو نايف يا اخي ما شاء الله ما شاء الله. يلا يا شباب تعالوا نتقهوى ونسولف ونقول للناس ايش عندنا. ايش بتجيب له؟ ما شاء الله ما شاء الله على هالبساطه يا اخي. الله يبارك له صراحه. الجميع في الهاشتاج يعني يقول ما شاء الله مع هالعمر ما شاء الله ورياض وزي كذا. الله يعطيه العافيه. يذكرون الله تكفوني والله. على الرغم من انه مشغول جدا، لكن لما تواصلت معه رحب استضافة وقال بالعكس أجيكم، واللي وده يعني يشوف تفاصيل أكثر عن اللواء عبد الله يدخل على حسابه. تقول في تويتر عبد الله بس عبد الله السعدوني. نزلته أنا في الحساب. ونزل عبد العزيز في حسابه عبد الله السعدوني. والله ويستاهل ما شاء الله. عنده كل يوم تغريدة، يعني أنصح أي أحد صباح في الصباح، وبعدين الصباح الحقيقي مو صباحنا احنا، عرفت؟ جرعة صباحية يعني يمكن الساعة 6 6 و5 6 ونص كذا ينزل تغريدة. انا افتح 7 القى التغريدة جاهزة. تغريدة اساسا كل يوم الساعة 7 قايم يا اخي. ما شاء الله دوام. يكفي ما شاء الله من روح. شوف روح الرياضية، فما بالك عاد بيكون يعني حياته ما شاء الله. الله يبارك له. ونذكر الله نذكر الله نذكر الله. الله يسعدك. الله يعافيك. وبندر موجود معانا ولا؟ ما اليوم ما تقهوينا كلك حال اليوم شكلين. اي والله الله يبيض وجهك. برضو لك حال اليوم جايب لنا عصير. لا شغل يعني ما شاء الله. ترى مو بس متخصص ما شاء الله في هالامور يعني، بس القهوه والورق العنب. هذا حقهم الورق العنب. لا هذا الحين مع بندر. لا في ورق عنب. اي هلا هلا من كلك حلا برضو. إيه؟ ما شاء الله. يوم دروا لنا حلقه ختاميه. الله يسعدك. قالوا نختم معاكم مسك بيض الله ان شاء الله. شوف ان نقول ما هو بهذا اخر لقاء ان شاء الله، لكن الى لقاء قادم وحصري باذن الله في قناه بدايه. يعني ما نقول ان هذا خلاص، هذه اخر طله وهذه. وايضا الشباب كلهم متواجدين في حساباتهم، يعني انت ما شاء الله عندك يوميات في سناب، ابو حميد عندنا يوميات في سناب وانستغرام، الشيخ الداعيه ما شاء الله جدريس برضه عنده. الله يقوي ايمانك يا رب. يعني ان شاء الله ما راح ننقطع. والخير ايش مسوي امس؟ اما داعت له في تويتر رايح يرتويت لها كل شوي، يحذف الرتويت ويعيده. يعني شوف انه ما تدري وما يمتي جعلي ما ذوق حزنها يا رب. الله يرزقها. قول لها امس حنا. اي والله قول لها. ترى زعلان يقول انا ولد البطه. لا يا يقول امي. لا 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 ما يمتي امس غربت يا ولد. الله يسعدها امها دايزي. وانا سويتها رتويت والله تستاهل. قالت وعيالي عبد العزيز ادريس ومحمد الشريف
الله يوفقكم زي كذا عرفت سحبها تعالي. شكرا من قبيله لان امي ما عندها تويتر. امك ما عندها تويتر؟ ما عندها تويتر مشكلتها حتى انا امي ما عندها تويتر وفوق هذا تقول لي ولدي امه يلا انقهر. مش كذا ما يمسك سلك بطنه قلت لها والله جالسه تدعي ارسلت لها دايركت شوف خلاها تغرد لي ولك وهي تدعي لها بظهر الغير هذا ابرك شيء هذا ابرك انا بالدعوه تبي الدعوه وانت ميت على الرتويت من لا مو رتويت شايف هذا الله يسعدها مو رتويت والله والله شوف انا اقول كانت حق بما ان جلسه احبيه اسفين اي والله هو نسى انه على الهواء حس انه في الشارع ترى هو كذا لما يصير برا يصير بصراحه يصلح العباره والله العظيم يعني اللهم يعني ما ادري ايش اقول الله يرزقهم برهم والله امين اللهم لك الحمد ما نزل اي اعلان ولا اي على قولتهم تنسيق ولا حفلات ولا مهرجان الاكبر الداعمين واول الداعمين لي والله وين تشوفي الله يحفظك السوشيال ميديا اللهم لك الحمد الله لا يخلينا ولا يغير علينا ام محمد أيوه. الشريف يا حبيبي اليوم انا افتح لك حساب في تويتر يا حب والله عشان ما يقعد يكشخ علينا بامه ما يمتي ما تكون دقيقه شوي انا اقول لامي وين امي والله لا تلفزيون ولا تويتر الله يسعدهم تقول لي اخوي صور لي شيء من اللقاء خليني اشوف اسالك سؤال في احد انت عنده ويحتاج تلفزيون ثرثار يا اخي لا لا نفر 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 هي بمفهومه اغرق بس لا بمفهومه هو بس هي مفهوم ثاني الإذاعة هي الثرثار بس التلفزيون يا أخي منوع لأنه ما تتابع بنشتغل والله الفرصة أنا وين ضيفنا؟ ضيفنا موجود برا بندر 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 ضيف خلي شوف خلي شوف الأكلات هلا ها أوه وينك أخوي؟ لحظة جابنا جوال شيء محترم ذا اليوم وش جايب معك اليوم؟ شلونكم؟ ايش تتوقعون اليوم جايب لكم؟ والله يا ما على الكريم تشرط والله ما جبت شيء هذه كيسة حاط فيها أبوكك وأغراضك والله إني أشم ريحة طيب شيء زين طيب استخدم يا رب كسلكم مسابقة ما شاء الله اهلا وسهلا اهلا هذه جائزة المسابقة طبعا جائزة المسابقة اليوم مو كيف عن عمق تتوقعون الله يحييك استريح يا بندر استريح بس ممكن شيء ممكن تجيب المدخنة ابشر هذه بس خلت تولى شوي السلام عليكم لا بدافع مدخنة فجايب طيب ما شاء الله شلونكم شوف الناس انا لاحظت اليوم اكثر من شخص يمنشني ويمنشنك ويقول استضيفوا فلان فلان اي أيوة والله ترى والله يكسرون خاطري لاني ما اقدر البي لهم هالطلب وهم يتوقعون انه احنا اللي بكيفنا ما نبي ترى احنا نحرص كثير ان الضيوف يكونون بناء على طلب المشاهدين الكرام لانهم هم اللي يطلبون الضيف معناته هم يبونه يصير موجود معناته من حقهم يصير بس للامانه اغلب الضيوف اللي انتم قدمتوهم لنا والله اني تواصلت معهم شخصيا صدقت. ورفضوا الطلوع او ما هو موجود او عنده ظرف خلاه ما يجي اي والله نوهنا تكفون تكفون سامحونا على الضيوف اللي انتم يعني كثرتوا علينا طلبهم وحنا ما قدرنا نجيبهم روحوا كلموا قولوا لي ليش انت ما جيت القناه لا تقولون لنا احنا ليش ما استضفنا لان والله قاعدين ترى نفس الفكره يعني نسعى جاهدي عندي بعد انا والله كثير من الطلبات لا انا تذكرت يوم شفت وجهك الجميل شكرا جمال وجودك والله يا الله يسلمك فتذكرت انه في اليوم اسمح لي بس كلمه تفضل طيب اتمنى انهم يعني يسمحوا لنا ويعذرونا والله كميه الطلبات اللي تجيني ومنشن علي وعليك وعلى عبد العزيز وخالد يسمحوا لنا ما بيدنا والله نقدر نلبي لهم كل الطلبات وبعضهم اعتذر الظروف يعني ارتبط في مهرجان ثانيه او انه مرتبط يعني في فعاليات ثانيه خارج المنطقه الله يعطيك وان شاء الله القادم اجمل عبد العزيز ايش شعورك واليوم اخر حلقه؟ صراحة. والله يا اخي قول انا لا ما والله شوف انا ما اقول عبد العزيز لا قول الصدق عبد العزيز دمعته على طرف عينه تبي الصديق ابغى كذا تصدق انا ما عبد العزيز قول الصدق يا اخوي ما اقول وداعا ولكن الى لقاء قريب باذن الله لكن انا صدق والله لاني الحمد لله من يوم برنامج 50 ليله البرنامج كان برضو جمهور قصدي كان معنا ما شاء الله يعني ف بندر معكم 50 ليله الله الله كان معي ما شاء الله يا كثرك ما شاء الله هو كان مسؤول صمت جهه بس اللهم الله يرحمه يوم خلص البرنامج برضو سويت انا فقرات حلوه في السناب بس اليوم بندر اليوم بندر بيطلب حلقه مختلفه اليوم في مفاجاه كانوا متواجدين يعني ما بعدنا الله الحمد لله الجبال عرفت؟ اقتله لا عادي منيب اقطع المايك حقي عرفت؟ طيب لكن ان شاء الله ولا اقطع الوالد الشيخ حساباتنا موجوده ان شاء الله انه متواجدين اي لحظه ولا اي فرصه
القناة هيبون عبد العزيز هتلاقيك سنتشرف. طيب خالد خلنا نجي جنب عبد العزيز. خالد بالله ايش شعورك يا خالد واليوم اخر حلقة؟ لا حول جد الحمد لله. هذا بس بعلق لا حول وقت البلد تعلق يا اخو لو سمحت لو سمحت سألت سؤال جاوب على قد السؤال. ايش شعورك يا خالد واليوم اخر حلقة؟ والله عندي شعورين. الشعور الاول اني بفارقكم. لا بس لا 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 ما حتسمع ترى ذب ذب هو تو تفارقنا. ايه لا الشعور الاول. الشعور الثاني هو زي ما قال عبد العزيز هي اخر حلقه واول حلقه اسف هي نهايه موسم. كتب الله هالايام الخمسه هذه والاربعه المعدوده ممتاز نطل اطلاله ونتوفق اننا نقدم محتوى مبدع. خالد شعورك شعورك الله يرحم والديك ما قصرت محاضره شعورك وانت في اخر حلقه. طب انا جالس اجاوب ترى هذا كله جواب يا عمي. انت جالس تقول خطبه جمعه الحين بغيت ابدا. طيب يا حبيبي يا عمي فرصه انك قلت امك ما تتابع. امك ما عندها تلفزيون؟ ممكن نسلم على امي؟ خلونا امي تتابع. ممكن نسلم على امي؟ يا حبيبي الله يسلمك. مساء الخير محمد. اوكي ايوه مسي عليك ان شاء الله انك طيبه وصحه وعافيه ان شاء الله. طبعا لها الفضل في تواجدي عندكم بعد الله ودعم مسيرتي الاعلاميه يا اخي. لها الفضل انها جابتك لنا. ايه اسمها اسمها بعد تعرفنا عليك. ايش اسمها؟ اسمها امي هيا. هيا بنت عبد العزيز البغيدي. وانت ابو هيا؟ وانا ابو هيا. وزوجتك؟ زوجتي ايش اسمها؟ الله يحفظها يخليها لي ان شاء الله. كملت شعورك يا اخ خالد؟ يا اخوي وش ترى شعور؟ شعور انه قدمت مشاركه مع زملائي وانتهى البرنامج زي ما قال. هذا هو يا جمهور بدايه على حقيقته. الشعور اللي حسبنا في فاصل الان ان نبغى نبين لكم اخلاق. لا لا والله انا طيب احبي لك يا الشعور انه مرحله تنتهي وتبدا مرحله قادمه سواء كانت على هالقناه او قناه مختلفه او آخر وسائل التواصل خلت الناس يعني مترابطين ومستمرين في التواصل. اخر مره يا محمد. طيب اخر مره اوكي انا اقول شعوري ولا ما انت تحتاج راس؟ لا والله انا ما باخذ وقت بندر بعدين احنا اتفقنا في السيناريو انه اخر شيء احنا نقول اخر الحلقه نتكلم عن شعورنا. ما اتفقنا. طيب كذا تلخبطت الموضوع. اليوم عندنا طبعا شيء مميز من مشعل الله يعطيها العافيه. عندك زواج عندك عيوش عندك مناسبه عندك شيء. اي والله هذا الحين شعوره هو. عندي زواج بنت خالي ترى بعد في ما شاء الله معمول مميز اوه في المخ يا سلام. حطيت انا هذا كل يوم. وبعد في شيء ثاني معمول حق الزواجات معمول حق المناسبات والبيت. اوه اوكي ما شاء الله هذا حق الزواجات رايس. هذا مشعل ما شاء الله هذا بخاخ خلطه سريه يا سلام كله كله طين وكله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله معمول اللي هو طبعا في البخور بخور صح؟ لا 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 الله كيف بس ما شاء الله. ممكن نسوي تست هنا؟ نسوي ليش لا؟ يلا لا لا ممكن كذا الكاشه على الهواء سم تسوي كذا لا تستنزل علينا. اي بس بس تسوي سحر انت. ما شاء الله والله ريحه طيبه والله طيب والله شغله شغله مشعل من معمول من مشعل ما شاء الله ما شاء الله كيف بس ما شاء الله جميل. لا تستنزل علينا بس ما شاء الله تبارك الله. عندك مناسبه عندك شغله صار منتجه. اي صار منتجه شغله في البيت معمول وطياب ومخلطات يا سلام. رقمهم على الهواء يا بندر. اي رقم مشعل حطينا على الهواء تقدر تقول انت. طيب رقم مشعل في باقي منتجات ثانية نجيبها ولا بعد ما نخلص من مشعل؟ والله اي المنتجات الثانية نروح لها. طيب مشعل رقم جوالها 05 00 43 13 48 ما شاء الله ما شاء الله يستاهلون يستاهلون يستاهلون. مشعل المخلطات والعود والمعمول. طيب تجيب المنتجات الثانية. تجيب المنتجات الثانية الله لا يهمك. ايش ايش اي ابشر ابشر خل تبغى خالد خل لا استانس خلنا بجيب اغراض معه. يا مرحبا يا مرحبا يلا حيهم يلا حيهم يعني هذا يسرح كذا في الرقص. ايوه ايوه الله يحييكم يا لو مسهلا يا مرحبا سمي تجاس روح 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 ابغى افك الغطاء. ها هذا سويت صح؟ اي خربنا الديكور. يلا يا ايوه ما شاء الله 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 تخيل تخيل زحلق وطيح تخيل يوم بعدين فن المرمى ما شاء الله. الله يسعدك يا خالد شيل هذه لو سمحت. خالد خذها رحت قهوه تحت وهذا اكلي هذا حق كلك حلا انا ما اساوم عليه ما شاء الله يستاهلون والله كل خير بسم الله يا
سلام يا سلام يا سلام. إيه يا بندر بندر جيب لنا هذه، جاب لنا معمول ناكل معمول على الهواء. لا بين بالك والله هذا شغل وقت الزواجات الحين، وقت المناسبات والفعاليات والمناسبات. الله يعطيهم العافيه. عندك عندك يا ابو، عندك يا ابو هاي عندك. طيب هذا مطبخ اللمسه الحلوه يستاهلون والله، او سويت تاتش. بسم الله. طبعا موالح وحلا، عندك مناسبه، عندك عزيمه، شيء بين المغرب والعشاء، شاي وقهوه. يا سلام. طبعا جوالهم ما شاء الله. بندر يسالون ترى كثير في الهاشتاج جرب وجنة والدك. هذول بس في الرياض. هذا اسمها موالح لمسة الحلوة. هذه لمسة الحلوة، هذه اللمسة الحلوة. طيب هذول في الرياض بس ولا يوصلون؟ لا في الرياض بس. حلو. وفي في أسر خارج الرياض؟ إيه في. يا سلام. يعني في هم بعضهم الحين ما يقدر يوصل لنا، بس إنهم أرسلوا لي كثير يعني منشن على الخاص، بس سووا لنا إعلان. يعني ممكن الأسر اللي خارجات تشارك في الهاشتاج؟ إيه عادي. يا سلام روح. أي أسرة حابين نعلنها نعلنها، وأنتم بعد فيكم الخير بركة تدعمون. أبشر الله. جوال اللمسة الحلوة 054-17-98-908. Say again please. Yes. 054-17-98-908. وأنا من هذا المنبر ولا هانو إخواني اللي سباقين الخير، أنا نزلت الآن حساباتي في الهاشتاج. أي أسر منتجة تتواصل معي على السناب وأنا مني إعلانات مجانا. كفو كفو. يستاهلون والله، سواء في الرياض أو خارج الرياض. هذا طبعك والله. وهذا هذا طبعي، وحنا من هذا يا ابو البتول نفس الشيء. الله يسعدك. هذا من كلك حلا. شوف كلك حلا، كلك تغليف كيف. يا سلام ما شاء الله كذا ما شاء الله. بالعكس والله ودي توريها الكاميرا يا تاج راسي. طبعا في عده امور ورهم. ان هذه بيتزا فلافل، التغليف ميني فلافل وميني شاورما. طبعا بندر هذا تغليفهم. اي شغلهم والله شغل يا اخي مميز. حوالي اي شيء والله ما شاء الله يا اخي. هذول خلاص المفروض يتجاوزون اسر منتجه، هذول مصنع يا اخي. شوف يا رب تصير في كاميرا تغليف. والله شغل ما شاء الله ما شاء تغليف ما شاء الله. وكاتبين عليها وحساباتهم. وهذه كمان شوف الربطه والشريطه. ترى ترى اليوم بعد المسابقه محمد اللي بيفوز ياكل من اكلهم. اللي بيفوز اليوم في المسابقه ياكل من اكلهم بعد ذا. طيب اسلم يا شيخ. هذا اليوم اللي عندنا باقي نطبخ زعفران. حلو يا سلام. ممكن تعطينا بندر في مفاجاه انت مقدمها لنا الليله صح؟ اقولها؟ لا 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 تقولها. لا بعدين ما تصير مفاجاه. الساعه 10:50 دقيقه ان شاء الله. 10:50؟ لا سبق شوي. 10:30. كم مده فقرتك؟ 3 دقائق. 3 دقائق. تعال تعال انت 10 وكم؟ 50. لا لا خلها في الاخير. فقرتك الجميلة. ايه انا تقول قد اخرها. لا لا خلها 11:30 ان شاء الله. 11:30؟ اي طيب عشان 11:30. اي فقره والله جميله مره. سلافه والجميع يقولون ما شاء الله الله لا يضركم. تقول ما هالبرنامج 5 كيلو كل واحد. ممكن نعلن على رقم. والله اني رايح النادي يا اخوي عشان احرق اللي اكل امس. طيب واليوم كثرت عشان حق اليوم. لا تاكلها. لا 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 ذول زياده عشان. اقول لكم رقم المطبخ. صح انه والله حسناك مزهري اسف. 05 طيب 050-51-33-177 اللي هو بيجيب لنا ايش؟ هذا الجريش اللي له 3 ايام ولا طيارة جريش ايش؟ مشاركة معنا جريش؟ اي نعم. يجي يوريك من هنا عدن يا شيخ من قوة. 050-51-33-177 هذا حسبة شوكليت. شوكليت صار معمول معمول. ايه شموا خبز. الله الله. طبعا تتوقعون دخلهم السنوي او الشهري؟ والله ما شاء الله. شوف الاسر اللي زي كذا مرتب وشغلها مغطي في البيت يعني. مثلا لو بروح مخابز بجيب زي كذا مرتب 500. اي يعني 500-400. لكن انا اجي زي اسره كم يكلف يا بندر ممكن زي كذا؟ هذا يمكن 250 يعني. يا بلاش شغل نظيف ومرتب. بسم الله. اي عادي عادي عادي. لو اقل من 250. هذا برضه ورق عنب لو توريهم اياه. هذا حق كلك حلا عاد. هذا حق كلك حل. طبعا بس المعلومة هو كان مليان لكن عبد العزيز تعيز قضى عليه يعني؟ قضى عليه بالعافية. انا عاد والله عاد تبي الصدق تبي الصدق انا والله ما اكل ورق عنب. واذا لقيته وشو؟ والله اني اعطيته المفاجأة اللي بيجون بعدين. انا والله في حياتي ما قد اكلت ورق عنب. ما سبحان الله ما الله اعطاني. شو مرة سعادة امس واليوم ما تاكل ورق عنب؟ مرة سعادة بس قرصان الله يحفظك. مرة سعادة ما تاكل يعني؟ يعني خلال 3 ايام يعني صرت كيوت معاه كذا. حتى في اسره متخصصه بالدايت.
اي هذا اللي لاحظته ما شاء الله ما شاء الله. لكن الله يسعدك ويبيض وجهك ويمن كتابك. لو ممكن يعيد ارقام على السريع ولا ما يمدي؟ طيب ايش رايك ناخذ ضيفنا اليوم الحين يا سلام يجلس معنا وياكل معنا وبندر معنا متى ما حصلت فرصه لي انا اتكلم. لا خليه وخليك موجود معنا احنا ما نستغني عنك يا بندر. ضيفنا الله يحييك. اذا ضيفنا جاهز اعطونا ضيفنا. اجيب له بخور. جيب الكرسي بس قبل. من هو؟ كرسي. اي بس خلوا ضيفنا يتفضل الله يحييك. او ننتقل هنا يا محمد. اللي ودك يلا تفضل. بندر متعب خلينا ننتقل هنا. يلا احسن. اشيل ذا معي؟ اي ابعونك فيه انا. ها؟ ابعونك فيه انا. يا هلا اهلا 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 الله يحييك. مرحبا مساله هلا الله يحييك. مرحبا يا هلا وسهلا الله يحييك تفضل. مرحبا يلا حي شرفت وانا استاج راس. يا مرحبا بخر مرسك الله يسعدك يا مجن. مرحبا يا مرحبا اداد ما هلا سهل. كيف الحال؟ بالسلامة. مرحبا مساله تفضل الله يحييك. يا مرحبا الله يحييك هلا وسهلا. الله يسعدكم ويبقيكم. طبعا اسمح لي ابو محمد اخوي محمد رحب بحسين القويعي. خلينا نجيب الشباب لاني عبد العزيز حسين عبد الوالي السلمي. ايه انا ابو اكرم. تعرفني ابو كرم الشيخ. الله يحييك. والله صار عندي اسم شهر واسم حقيقي. لا حسين محامي ومستشار قانوني. اي نعم. ومهتم بالسوشيال ميديا صح عبارة؟ سواء كانت نشر الكتروني او جرائم معلوماتيه. اوقات الفراغ كهوايه. مهتم بايش؟ مهتم ب ضوابط النشر الالكتروني ومخالفات النشر وايضا جرائم المعلوماتيه والنشر الالكتروني. صحيح. طيب عطنا اللي عندك. طيب انتم تبغون تعرفون عن نظام الجرائم المعلوماتيه. نبغى الشيء اللي يهم مشاهدينا الكرام. ايش متى تصير هذه جريمه الكترونيه وكيف يبعد عنها او كيف يبلغ عنها وكيف يحتمي نفسه منها؟ هو التعريف المذكور في النظام تعريف الجريمه المعلوماتيه هي اي فعل يرتكب باستخدام الحاسب الالي او الشبكه المعلوماتيه بمخالفه نظام مكافحه الجرائم المعلوماتيه. طبعا الحاسب الالي يفهم بمفهومه الواسع. يقصد مفهوم الواسع أن الحاسب الآلي مثل الكمبيوترات المكتبية اللابتوبات وتصل أيضا حتى إلى الجوالات إلى كل جهاز ممكن تدخل من خلاله إلى الشبكة المعلوماتية هذا يعتبر حاسب آلي. والجريمة بشرح التعريف الجرائم المعلوماتية تحتاج إلى مهارة في استخدام هذه الأجهزة الحاسب الآلي والجوال. يعني الجريمة المعلوماتية لا تقع من شخص عادي مثلنا مثلا. أنا عن نفسي ما أعرف في الجوالات أكثر مما تعرفون أنتم. أنا أعرف أغرد في تويتر مثلا. كلنا نعرف نغرد في تويتر شيء مشروع وشيء بسيط. المغرد في تويتر مثلا لا يعتبر يعني وإن سب وإن قذف لا يعتبر مرتكب لجريمة معلوماتية. إنما قد يعتبر قاذف قد يعتبر مخالف لنظام النشر الالكتروني. طيب يعني ما يعتبر مرتكب لجريمه معلوماتيه لان الجريمه المعلوماتيه يشترط فيها او من خصائصها ان يكون مرتكبها عنده المهاره او الفن في استخدام الحاسب الالي وهذه الادوات المعلوماتيه للوصول الى جريمه. يعني في فرق بين النشر الالكتروني. نعم في فرق دقيق. نعم ومهم جدا وتاثيره يعني غاية في الأهمية. نعم. الفرق طال عمرك أنه مخالفات مثلا النشر الإلكتروني لا يشترط فيها لكونها مخالفة لا يشترط فيها القصد الجنائي لأن الوسيلة المستخدمة ابتداء وسيلة مشروعة. أضرب لكم مثال مثلا. جيد حنا نبغى مثال عشان نفهم. خلنا من لا أضرب مثال أول شيء بين المخالفة والجريمة. يلا المخالفة تستخدم يعني ترتكب بارتكاب أولا وسيلة مشروعة لكن في طريقة استخدامها خطأ. تكون المخالفة إيه. مثلا استخدام السيارات أو المركبات هذه أمر مشروع للجميع من خلال استخراج رخصة قيادة مثلا. جميل. المخالفة في أنك تقطع إشارة مثلا. حلو. كذلك استخدام الجوال واستخدام مثلا السوشيال ميديا مثل التويتر مثل السناب. نعم.
هذا في أصله شيء مشروع، لكن المخالفة في أني أسب أو أقذف من خلاله أو أبتز شخص معين. جيد. الجريمة المعلوماتية تختلف من حيث أنه كونها جريمة لابد أن يتوفر فيها القصد الجنائي. أركان الجناية. إيه أركان الجريمة المعروفة في القانون. لكن الجريمة المعلوماتية تحديدا لابد أن يتوفر فيها من شروطها خاصة أن يتوفر فيها الفن والمهارة المعلوماتية، بحيث أنه الجريمة المعلوماتية تكون ابتداء هي اعتداء على أمر معلوماتي، مثلا اعتداء على حساب إلكتروني. أنا بوصل النقطة هذه، يعني كل اللي سبق كان تمهيد. يمكن ما يهمنا، نبغى نوصل للزبدة على قولتنا. عطنا هذه مثلا، أنا دخلت وهكرت حساب واحد أو حطيت اسمي حسين السلمي، انتحال شخصية. إيه انتحال شخصية، أو حطيت صورة. هذه جريمة إلكترونية؟ اي نعم، اذا استخدمت فيها مهارتي المعلوماتيه كاني مثلا خالد كرم عنده مدونه شخصيه مثلا. نعم. اخترقت هذه المدونه الشخصيه. نعم. وتكلمت على لسان خالد باني. نعم. انا خالد كرم نشرت. نعم. تدوينه. نعم. فيها سب وقذف الى في سين من الناس. جميل. او نشر معلومات حتى لو من بعيد تمس بشيء او باخر، يعني هذه تعتبر جريمه معلوماتيه لاني استفدت من مهارتي في اختراق الموقع. جريمة استخدمت شيء مشروع. يعني الجريمة يقابلها عقاب، وش عقابها؟ العقاب طبعا في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ذكرت تقريبا 16 نوع من الجرائم المعلوماتية. نعم. مقسمة على 5 أنواع من العقوبات. أمثلة عشان تكون الخمس الأنواع من العقوبات مثلا أبسطها وهي المذكورة في المادة الثالثة، تبدأ من المعاقبة بسجن لا يزيد عن سنة، طبعا تعطي السلطه هذا اقل عقوبه سنه، اقل عقوبه السجن بمده لا تزيد عن سنه وغرامه لا تزيد عن 500,000 ريال. هذه لا ايش وش الحالات اللي بتعاقب بسنه؟ مثالها التنصت مثلا على المعلومات الالكترونيه، مثل اني اخترق ايميلك للوصول الى معلومات شخصيه لك. يعني اي واحد يخترق ايميل شخص يعتبر معرض للعقوبه، يعتبر متنصت على، لو اخترق للوصول الى معلومه تخص اي شيء من مثلا لو هكرت حساب محمد تويتر، أنا الآن مستحق عقوبة؟ لا، التهكير يختلف عن التنصت. إيه؟ التهكير فيه اعتداء على مال يعني، حتى وإن كان ما هو ملموس في الواقع، إلا أنه الحساب هذا يعتبر حق. مال لمحمد مثلا، بمعنى الحساب هذا ممكن يوفر لمحمد قيمة دعائية عالية، فهو يعتبر مال مثل الأموال الملموسة جميعها. هذه عقوبتها في المادة السادسة بالسجن مدة لا تزيد عن 3 سنوات وغرامة لا تزيد. طيب. عن 3 سنين. عشان نكون شوية أبسط. نعم. ونوصل على الأقل فوائد للمشاهدين بدل ما نكون شوية متخصصين. نعم. أنا شخص من المشاهدين عندي حساب. وفيه أحد أزعجني في حسابي مثلا بسب بشتم بقذف بمشاكل. كيف أتعامل معه؟ أنت كمحامي إيش تنصح سادة المشاهدين اللي أذيهم في أي نوع من حساباتهم، سواء بابتزاز لأخواتنا النساء أو حتى للرجال، أو بأذى لفظي أو بقذف، إيش كيف حنا نتعامل معه؟ طيب، مثل هل الاعتداءات إذا كان استخدم فيها وسائل مشروعة من خلال مثلا حساب إلكتروني في أي من وسائل التواصل الاجتماعي، هذه وسيلة مشروعة لكن طريقة الاستخدام كانت مخالفة، من هذه الحالة نسميها مخالفة نشر إلكتروني، إلى جانب احتفاظ المدعي بحقه الخاص في السب والشتم والقذف، يأخذ مجراه في القضاء الشرعي بمثل ما هو معتاد عليه كالسب والقذف في, في, في أي مكان. إذا ثبت أن صاحب الحساب أن السب أو القاذف هو هذا الشخص، يعني إذا توصلنا له. أما إذا كان مثلا ينتحل اسم أو شخص معين أو اسم وهمي، هذا أولا يبدأ بجريمة انتحال شخصية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ثم بعد كذا ندخل في جرائم النشر الإلكتروني، ثم ندخل في وين نبلغ؟ وش تنصح يسوي؟ هنا السؤال. جرائم النشر الإلكتروني مين نبلغ؟ مثلها مثل أي جريمة عادية تبلغ بها جهة الشرطة، جهة الضبط الجنائي اللي هي مراكز الشرطة. مراكز الشرطة تأخذ إجراءاتها إما بالتواصل مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للوصول إلى صاحب الحساب، أو بطريقتها بحرفتها الخاصة توصل إلى صاحب الحساب إذا كنت أنت ما وصلت إليه. أما إذا أنت تتهم شخص معين بذاته فهم يتواصلون معه، إذا كان الأمر يستدعي القبض حسب تقدير مثلا ضبط التحقيق يقبض عليه، يحقق معه هل أنت صاحب الحساب فعلا، لأنه في نقطة مهمة وجوهرية أنه قد يكون منتحل. إيه منتحل للشخصية، فلا بد أن نتحقق، مو بكل من يكتب صار له عقوبتين
عقوبة امتحان إيه؟ عقوبة يعني مو بكل من سب وقذف في وسائل التواصل الاجتماعي تعتبر جريمة نشر الكتروني. احيانا يكون انتحل او اخترق هذا الحساب ثم بناء بعد هذا الاختراق هو قام بارتكاب مثلا. طيب تشويه السمعة تشويه السمعة اذا كان باستخدام الوسائل المشروعة مثل ما قلنا هو مخالفة نشر الكتروني طبيعية لها عقوبة. اما اذا كان تشويه السمعة مثل اني مثل من خلال الوصول الى معلومات ما كان مسموح لي نظاما اني اوصل لها من خلال اني مثلا اخترقت ايميلك وصلت الى معلومات ما كنت لأصل إليها لو استخدمت الوسائل العادية مثلا، هنا ندخل في جريمة معلوماتية لأني أنا وصلت إلى هذه المعلومات بطريقة غير مشروعة. كذلك نفس الشيء في مسائل الابتزاز، إذا أنا أو إذا شخص معين مثلا قام بالوصول إلى معلومات أي شخص وابتزه عن طريق هذه المعلومات بالوصول غير المشروع، هنا جريمة معلوماتية. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. احنا فقرتنا خفيفة عشان تكون خفيفة الظل وكذا تفاجئ. كيف نوصل لك؟ يبون يتواصلون بعض اللي كاتبين في الهاشتاج يبون يتواصلون مع عندك حساب في تويتر؟ اي عندي حساب. طيب تويتر. تسمح لنا بس تكتب في الهاشتاج؟ اي تغرد في الهاشتاج برنامج صيف الرياض برنامج صيف الرياض 5 عشان الناس يعرفون كيف يوصلوا لك. ابشر. واسمك في التويتر حسن؟ حسين السلمي. حسين السلمي. ايه حسين بن عبد الله السلمي. شرفتنا. الله يعطيك العافية. مجانا تقدم للمشاهدين. هذا واجب الاستماع. يكفي حضوره والله انك اضافه يعني لنا. الله يعطيكم العافيه جميعا. وناخذ فاصل الحين عشان فقراتنا اللي بعد. الله يعطيك العافيه. الله يبيض وجيهكم ويشكر سعيكم. تقهوى. جزاكم خير والله ما قمنا. الورق والريحان نغتنم هالفرصه جاكم والفرحه تغشانا. اليوم عندنا ناس نتعلم منهم قدروا يتجاوزون صعوبة كبيرة في حياتهم اللي هي صعوبة التأتأة والتلعثم. موجودين معنا اليوم بتشوفون كيف هم قادرين يواجهون الناس في الكلام، كيف هم قادرين يواجهون ويجاوبون على أسئلتنا واستفساراتنا رغم الصعوبة اللي عندهم في طريقتهم في الكلام. ما فيه أقوى تجاوزا من انهم كانوا موجودين معنا امام الملايين اللي قاعدين يتفرجون، يعني ناس ما عندهم تأتأة وصعب عليهم يطلعون هنا، فما بالك ما شاء الله بوجود الشباب نادي اراده للتغلب على صعوبات التلعثم. الله يحييكم ويا مرحبا الف شرفتونا. حياكم الله. والله اننا سعيدين بتواجدكم. وجودكم هنا ترى ما يفيدكم انتم، يفيد الناس اللي قاعدين يشوفون اللي عندهم عقبات بسيطه مره في حياتهم ووقفوا ما تجاوزوها، وانتم ما شاء الله تعتبر يكفي عقبه الكلام في مواجهه الناس هذه تعتبر عقبه كبيره وقدرتوا تواجهونها وقدرتوا تتجاوزونها وقدرتوا تجون في هذا المكان، فالله يعطيكم العافيه وشكرا لكم والله يجزاكم خير على هذه الفرصه الجميله اللي انتم شرفتونا فيها. اذا سمحتوا لي بس بعرف الساده المشاهدين عليكم. اول شيء علي الدوسري مرحبا الف. مرحبا بك وحياك الله. رئيس نادي اراده. نعم طبعا. اهلا وسهلا. الله يحييك يا مرحبا فيك. وانا سعيد جدا فيكم وسعيد في واشكر بصراحه القناه واشكركم باستضافتنا. الله يحييك يا مرحبا الف. حبيبي بدر العتيق يا مرحبا يا بدر. يا هلا فيك شرفتنا. الله يحييك. يعني اسعد بوجودي هنا معكم حبيبي. الله يحييك شرفتنا والله. شكرا لك. زكريا الباحوث. هلا والله. اهلا وسهلا يا زكريا. تسلم. شرفتنا والله. الله يجزاك الجنه. الله يحييك. عاد انت صديقي ما يحتاج. اي قوه ترى. عمر العتيق. الله يحييك يا عمر. الله يبقيك سلم. مرحبا 2000. مرحبا 1000. عبد العزيز الصديق. صحيح؟ عبد العزيز الصديق شرفتنا يا عبد العزيز. نورك الغالي. الله يحييك والله العظيم انه سعدنا بتواجدكم. وجودك والله وبركاته اخوان كلهم. ودنا شويه ندردش انا وانتم معي خالد وعبد العزيز عن التأتأة او التلعثم. وها؟ والهاشتاج الهاشتاج الله الله في هاشتاج برنامج صيف الرياض 5 طلع ترند الهاشتاج؟ الحمد لله. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله الله يعطيكم العافيه. تأتأة يا محمد ولا التلعثم؟ التأتأة او التلعثم على حسب ما فهمت من علي الحين بيشرح. هي لها عدة اسماء. التأتأة التلعثم حتى لها اسم اللجلجة. هي اضطراب في مستوى طلاقة الكلام، تتميز بعدة اشياء اتكلم عن تعريفها. عدة اشياء، هو احيانا يكرر الحرف او يكرر الكلمة او احيانا يمد في الكلمة او يمد في الحرف او يجيه بلوك اللي هو التوقف، سواء توقف في اول الكلام
أو توقف في نصف الكلام ثم عاد يقدر يكمل أصلا الجملة. هل أنت كان عندك تأتأة؟ نعم كان عندي. إيش قصتك؟ والله كانت عندي بس كانت مهي بذيك القوة، لكن الحمد لله تغلبت عليها عن طريق الثقة بالنفس ومواجهة المجتمع. ما شاء الله. مواجهة المجتمع والإلقاء، الإلقاء والخطاب. صحيح. طيب. بدر أنت كيف بدأت في البداية أول ما طلعت للناس وعندك تأتأة؟ أكيد أنك تواجه إحراجات في البداية. قل لنا كيف كانت، يعني كيف كان أول مواجهتك لهذا الموضوع وكيف تغلبت عليه وصرت ما شاء الله الآن؟ اولا هي التأتأة كانت عندي من تقريبا من عمر من 8 سنين او 9 سنين، وكنت اواجه يعني مشاكل في التواصل مع الناس، او مثلا لما اروح مثلا مطعم او اي شيء يخص اني اتواصل مع شخص اخر كنت اواجه مشكله كبيره، وايضا بعض من يعني ردة الفعل اللي تكون يعني ردة الفعل اللي تكون يعني ردة الفعل تكون سيئة. فمن دخولي للنادي وقبل دخولي للنادي استطعت اني اتغلب على التأتأة او اني اقلل منها ب يعني شيء كبير. اول شيء بالمواجهة، اني اواجه الناس مهما تكون يعني ردة فعلهم، ايضا اني اضبط التنفس يعني احاول ان اتكلم بشكل هادي والهدوء، وايضا يعني انا استطعت اني اتغلب على جزء كبير من التأتأة، وان شاء الله يعني في الايام القادمه ان شاء الله استطيع اتغلب عليها بشكل كامل باذن الله. ما شاء الله عليك زكريا. سام يا قلبي. يا حبيبي والله يا اخي تحرجني والله. طيب فوكس بالله. ايش تقول لاي شخص عنده تأتأة؟ حلو. اول شيء اقول لهم قال رسولكم الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. ما أنزل الله من داء إلا وقد أنزل معه شفاء. الله. علمه من علمه فحلو، وجهله من جهله. زين. أنت عندك شيء اسمه الله يعدم السلاسة بالكلام، مو بعندك شيء ولا زين، ما في مخك ولا مشكلة. زين. ولا يعني تشوف ولا مخك ولا سليم، مخك سليم حلو، يعني تقدر ولا تدرس، تقدر تروح، تقدر ولا تجي، أما عاد ولا تصير ولا انطوائي. ليش تصير ولا انطوائي؟ صح. أكبر ولا رسالة أوجهها لأصحاب المشكلة، أنتم اللي بيدكم الموضوع حلو، بعد أمر الله سبحانه وتعالى. تبي تعالج كلامك هذا تكلم، أما عد ولا سكوتك ولا انطوائك هذا ما راح ولا يعالجك. واجه روح تكلم اطلع. يا سلام. إيه. أما سكوتك ولا انطوائك تقعد ولا بالبيت ما تروح ولا ما تجي. صح. والله ها والله ما تعالج. صحيح. صحيح. سام لو بتقول شيء. أي يعني أكيد إن أفضل علاج لأي مشكلة هي المواجهة. سلام عليك. مرة مرتين تنحرج، ثلاث مرات بعدين تتعود، وهذا شيء صاير لي أنا يوم بعد إصابتي وجلست على الكرسي، من بعد ما كنت شخص متعافي وطيب بعدين صرت أتمشى بين الناس وأنا على الكرسي. ترى أنا زيك، أسمع اللي يقول معاق، وأسمع اللي يقول مسكين، وأسمع اللي يقول يا حليلة، وكنت أتعب أرجع البيت وأنا مرة تعبان. مرة مرتين ثلاث واجهت الناس، الحين صار عندي مناعة قوية. سلام عليك. صح عليك. صح عليك والله. تسلم والله يا قلب. شو اسمه بقول لكم والله شيء والله الحين زين، لا تحط ولا تأتأة عائق لك ولا في حياتك. صح. ترى بس العائق بلاي هو ولا تفكيرك السلبي فقط لا غير، ولا هو العائق. يا سلام. ولا أم عاد بلاي التأتأة ليست عائق ولا أي شيء بعد، ولا
الله ليست عائق، الله العائق هو تفكيرك السلبي فقط لا غير. صحيح. نصيحة زين الله لكل شخص الله متأتئ، كلما تقبلت الله ذاتك، كلما الله تقبلت التأتئة كلما الله تعالجت الله منها. يا سلام. والله هذه بركة. تقبل التأتئة. صح. والله بس السلام عليكم. الله يعطيك العافية. عمر، سألتك أنا قبل شوي قبل ما أطلع الهواء، قلت لك إحنا المجتمع ما عنده ثقافة كيف يتعامل مع المتأتئ أو المتلعثم، زي ما أنهم ما عندهم ثقافة في التعامل مع المعاق. يجي كيبي يساعدني، يتوقع في نفسه بالمنطق أن هذا الصح أن أنا ساعده، وهو ما يدري أن مساعدته تضايقني. فإحنا ما نعرف هل لما تبدأ أنت في التأتئة نجاوبك نرد عليك ولا إيش؟ قول لنا إيش الطريقة الصحيحة للتعامل مع المتأتئ أو المتلعثم. أول شيء أخوي، لا 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 لازم تحط عينك في عينه، حسس إنك تبي تسمع منه، يعني مو بذا تكلم وتأتى يقول هذا لا هذا بروح عن هذا إيش فيه كذا، لا يعني لا 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 تكمل كلامه له نهائيا، لا تكمل له في الكلام نهائيا. أبي إذا كملت له كلام أبي يعني بحس إنه يعني ضعيف شخصية ولا شيء، هذه هي اللي أبرز شو اسمه. واللي صححون لكم الكلمات غلط غلط أكيد، لأنك أنت عارف الكلمة بس أنت ما أنت قادر تنطق. صحيح. بس نستنى شوي، وهذه رسالة لكل الناس، لما تواجه شخص متأتئ وصار يبي يقول كلمة وانت تعرفها ترى هو كمان يعرفها. صحيح. فما فيه داعي او ضرورة لتصحيح الكلمة او الرد عليه، لانه هو بس اعطيه وقته وعينك في عينه وانتظر شوي وهو راح يتجاوزها. صحيح. او راح يقولها. عبد العزيز، انت في نادي إرادة من يوم بدأ؟ نعم. طيب كم تقريبا عدد المنتسبين للنادي من الرجال ومن النساء؟ هو تقريبا من متراوح هو 150 تقريبا، يعني هم مكون من النساء والرجال تقريبا، يعني ليس بالضبط. وفي خدمات تقدمونها للنساء بعد؟ اي نعم، في قسم نسائي وله مشرفين خاصين فيهم وله مدربين بعد، ولنا بعد حق قسم حق خاص فينا بعد. وجميعنا متأتئين. طيب انت متى بدأت معك التأتئة؟ بدأت معي من يوم صف رابع ابتدائي. زين، وانا الى اليوم كان ما اتذكر السبب اللي خلى التاتا تبدا معي. ما تذكر السبب؟ لا، هي بدت معي من السن هذاك وصارت اسوء، يعني كما كنت اكثر صارت مشكله لي اسوء. يعني كان بسبب ان البيئه اللي كنت فيها حتى في المدرسه وزملائي والمعلمين ما كان عندي ثقافه او شيء التاتا اصلا. يعني كان يزيدونها عالم اكثر منهم، كان يخلوني اتحسن منها. الان تعتبر ما شاء الله تحسنت كثير. اي كثير، هو من وصلت مرحله الثانويه تغير تفكيري من ناحيه التأتئة. يوم اني تخرجت واعترفت على نادي إرادة صرت اكثر جرأة واكثر سلاسة في الكلام، و يعني في مواجهة للناس وحتى في, في 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 كلامي تحسنت 100% عن قبل. ما شاء الله. بعد شوي بنتكلم بإسهاب مع نادي إرادة، عندك تعليق؟ يا سلام. والله انا استشفيت من كلام زكريا، يعني اذا انت مريت على نفسك كيف تبي غيرك يرضى عنك او يتقبلك؟ يا سلام. واول العلاج التشخيص والمواجهه. فانا مثلا لما اقرر اني انا مثلا اتاخر بالمواعيد، هذا نصف العلاج، انا قطعت نص الشوط. الشوط الثاني اني ابدا مثلا احط قواعد اني اتلافى المشكله هذه. نفس الشيء الحال، اني انا ما اقرر اني انا فيني هالوضع هذا. في معلومه لكم وللسادة المشاهدين، زميلنا في القناة هاني العنزي، تعرفون هاني؟ حبيبنا محامي. أي على فكرة هاني كان متأتئ، وهذا هو ما شاء الله إذا تكلم مع خلاص ما عندك ودك تسكت، بس ما شاء الله في أحد زملائنا شاعر ما شاء الله، هو محامي الآن ما شاء الله، في أحد الزملاء أيضا شاعر، يعني انطلق لسانه وبشعر. صحيح. طبعا هنا في برضو الهاشتاج ما شاء الله الكل يشكر لكم تواجدكم وجرأتكم ويهنونكم، يعني حتى في ما شاء الله هنا فائزة تقول جزاكم الله خير لأن أخوي منكم وفيكم وجالس في البيت.
عساه بس يتفرج هذا يتفرج الآن. الحمد لله. أيضا نجلة تقول ودنا الطرق، طبعا هذه الظاهر أننا جايين عليها الطرق اللي هي علاج التأتأة. وبرضه هنا ما شاء الله الهاشتاج يقول عبير تقول هل هي اضطرابات في النطق في الحرف في الحرف أو الكلمة؟ خلي الجواب بالنسبة لل هي اضطراب في الحرف وفي الكلمة، أحيانا تجي في الحرف أحيانا تجي في الكلمة. ما شاء الله. هي تجي في الثنتين. يا سلام يا سلام. الكل ما شاء الله يشكر ويثني تواجدكم. إيش نادي إرادة؟ ودنا قبل ما جرى إرادة. تفضل. ودنا نشوف الأثر السلبي. الأثر السلبي على؟ التأتأة هذه اللي الآن نسويها. يسويها الشخص المتأتأة. طيب. حنا نشبهها بجبل الثلج. أنت ما تشوف إلا القمة أصلاً. ما تشوف القمة اللي هي التأتأة. الشخص الشخص يشوف التأتأة بس ما يعرف وش خلفياتها وش تحت وش تحت الجبل. هل الحين الشخص لما يتأتأ أول مرة؟ خلنا نقول عند مدرس، المدرس ده أصلاً مو عارف وش معنى التأتأة. تلقاه يهز الطالب. صح. يحزن الطالب. صح. يروح البيت داخلياً مكتوب. يكبر الطالب يجي مثلاً أبو أو أم غير متفهمين، تلقاه يضرب، تلقاه يتكلم عليه، ما في مقارنة بينه وبين بين الأطفال الثانيين أخوانه. تزود تكبر المشكلة. يجي صديق له يهزه تكبر، أو مثلا يضحك عليه تكبر. هو بس يتأتأ. الآن الحجم الموجود الداخلي، الضغط النفسي الموجود كبير جدا. يكبر. صح. أنت ما الشخص العادي ما يشوف الطب، لكن المتخصص يعرف أن الرجل هذا أو المرأة عندها ضغوط نفسية، عندها تجنب، عندها خوف، خجل، ابتعاد عن المجتمع، عزلة. منهم من كلمني وراسلني يبغى الانتحار، ينتحر. منهم منفصل من دوامه، منهم منفصل من الكلية، منهم من انعزل. يصير هو في سجن ساجن نفسه، مقفل على نفسه. هو السجين هو السجان. صح. طيب عشان أجاب نخلي النادي إرادة آخر شيء ونكمل الأسئلة حقت موضوع التأتأة. في فوائد للتأتأة؟ هي الشخص الإيجابي، الشخص المتأتأ إيجابي زي الشباب وزي كثير من المستمعين. التأتأة ما أخفيك هي مية بسهلة زي ما صورتك الآن، بس تنظر لها بنظرة إيجابية. صح. هالحين أنت لما تأتأ ما عاد راح تتكلم إلا أوقات معينة أنت محتاج لها، فأنت تبعد عن الغيبة والنميمة. صح ولا لا؟ صحيح. بتصير ما تضطر أنك هذا الشيء. تضطر أنك تروح وتقرأ كتب باستمرار. صح. الحاجة الثالثة يقول لي بعض الشباب في المواقف أحيانا هو على خط يمسك التفتيش فيتأتأ بمشي. والله فائدة. وبعضهم أصلا حتى بعضهم تخلص من التأتأ بس يطبقها ومشيت. يعني أنت محمد ذيك مرة ما وقف التفتيش قلت له والله فوائد هذه جميلة. يا والله كان مع ساهر معاه في مجال مع تنبعك ولا غير خلمناهم. في فرق بين تأتأة الذكور وتأتأة الإناث؟ لا، كفرق في النوعية لا، لكن كنسبة الرجال 4 على 1، يعني 4 رجال بعدلهم يعني المتأتئين من الرجال أكثر من النساء. وش تتوقع السبب محمد؟ هي نسبة 1% على مستوى العالم. ما شاء الله. يعني نسبة 60 مليون. في السعودية 250,000 تقريبا. ما شاء الله. عشان كذا الحريم ما شاء الله كلامهم كثير الله يسلمك. لكن الميزة اليوم ترى في الشارع إن شاء الله. الميزة الجميلة إن 60 إلى 70% من التأتأة تختفي في سن السادسة. طيب عشان الوقت ما شاء الله يمشي معكم بسرعة، فخلونا ندخل في نادي إرادة اللي أنتوا أسستوه. قول لنا عن النادي، كيف بدأ وإيش صار الآن؟ مشكلة عندي حاجة قبل النادي بس. طيب. العلاج عشان ناس كتير يبغوا العلاج. تفضل. أنا قبل ما نبدأ نأسس النادي أنا والشباب، طبعا أصلا ما كان في نادي، كنا شباب نجتمع مع بعض. أنا بعد ما تغلبت على الموضوع يعني حسيت بالفرق. أنظر للناس، أنا بأخدمهم، لازم حتى من واجب لي اشوف الناس اللي كانوا في نفس المشكله اخدمهم. ف
العلاج انا اشوفه انه عباره عن اربع حاجات مربع ذهبي. اول شيء الجانب الروحاني، جانب روحاني اللينك اللي بينك وبين ربك سبحانه وتعالى، الدعاء، الصلاه، الصدقه بنيه العلاج، هذا الشيء الاول. الشيء الثاني الجانب الشخصي، انت الانسان لازم تتقبل ذاتك وتقدم للعلاج، وتقدم للعلاج وتقبل نفسك. ممتاز. الجانب الثالث الجانب السلوكي، وهو اللي قلت لك ان الان عالجه الخوف والخجل وهذه الامور هذه والمواجهه اكيد. الجانب الرابع اللي هو جانب آلية الكلام والميكانيكي الكلام، اللي هو التمارين، تمارين النفس وتمارين تساعد على زي المد والامور هذه اللي خاصه بآلية الكلام. يعني باذن الله هذه مشكله ممكن تحسينها او ممكن تطويرها يعني للافضل. ما في علاج دوائي. ما في علاج دوائي، هو اضطراب، لو كان مرض كان في علاج دوائي، لكن في علاج زي ما قلت لك، وعلاج باذن الله امره بسيط جدا جدا. ما شاء الله الحمد لله. نادي إرادة، أنا مصر أعرف عن النادي هذا. أي مصر أعرف عن النادي، لأن ودي أعطي النادي حقه، لأني بصراحة أنا ما قد سمعت عنه كثير، على الرغم من اختلاطي في كثير من الأندية التطوعية اللي مثل ناديكم. هو نادي يساعد المتلاثم على التواصل وعلى الإلقاء وعلى مواجهة المجتمع وعلى مواجهة. حنا نعتمد برضه، نعتمد في النادي على أن الشخص يلقي، حنا نجمعهم 20-50 واحد، يجينا الشخص يتكلم قدام اثنين، بدي يتكلم قدام أربعة، يتكلم قدام ستة. في معنا أخصائي طبعاً، في معنا أخصائيين، طبعاً خاص بدك أخوي عبد الحكيم معمر الله يوفقه، كان واقف معنا طول السنة الماضية. معنا أخصائي في حال استفسارنا في شيء أو استفسار بأي حاجة من مواضيع مثلاً اللي خاصة بالاضطرابات التخاطر يساعدنا، ونتكلم قدام بعض، وحسينا بالفرق، حسينا بالفرق مع الشباب. أنا صراحة في أول ما أسست النادي أو ما أسسنا كنت متخوف هل أنجح ولا ما أنجح، بس بعد مرور أربع شهور شفت التغير. والله شفت التغير، تغير في السلوك اللي هو في الناس اللي صار متشجعين. يعني تصور طيب. ناس الان متلعثمين يجون يتكلموا قدام الملايين. اسمح لي برجع لك بدر، ايش غير فيك النادي؟ النادي اول شيء علمني على ان يكون في مواجهه. طبعا المواجهه هذه كنا نسويها اول شيء احنا يعني كان في النادي، وكان انس ما قال اخونا عريف انه يكون بتقسيم، انه اسوي مواجهه على 2-3 بين شوي بين 8 بين 10 كذلك. في مواجهات اخرى تكون عن طريق الهاتف مثلا، لان الابتلاء في مواجهه مشكله كبيره عن طريق الهاتف. فاذا احنا سوينا هذه المواجهه انه كلمنا مطعم معين وكل واحد دق على مطعم وطلب بحيث انه يكون في مواجهه. صح. فالنادي يعني هو غير غير عليه كثير من الاشياء، سواء عن طريق المواجهه او عن طريق التقنيات اللي استخدمها في التنفس في الهدوء. ف ما شاء الله يعني اثرت طيب. كثير. زكريا بسالك نفس السؤال، قبل ما تجي النادي وبعد النادي ايش التغير اللي صار لك قبل وبعد؟ اي ممتاز. اول شيء زين، اول شيء ما طبعا انا الحين زين شو اسمه لكل هذا الله زين بفضل الله الله سبحانه. هذا اول شيء، اول شيء بفضل الله سبحانه. ثاني شيء الله ينادي اراده زين، والله غير فيني شو اسمه الجراءه مواجهة ولا بعد طلعي في عدة زين طلعي أشخاص زين ساعدوني جدا جدا جدا. يا الله لك الحمد، اللي هي طلعي أمي الله يا والله وبوي ولا بعد إخواني الله يعطيهم الصحة والعافية، ولا بعد الله ما أنسى زين والله جهده الله كبير معي الله يجزاه الجنة يا رب العالمين، والله الدكتور حسام بعظيم يستاهل الله يعطيه العافية. بس بالله والله يتعب معي الله، والله ما أدري إيش أقول بس أصلا الله يعطيه الصحة والعافية. ولا بعد والله منه والله الثالث زين والله أبو عبد الله الدوسري يستاهل والله يتعب الله يعطيك العافيه، يكتبها في ميزان حسابك. تعب الله يا معنا زين، الله يجمعنا تعب الله يا معنا
ولا بعد يقول ها يلا يلا الله يشدوا يعني الله ما ادري ايش اقول بس قسم بالله العظيم الله يامن الجنة والله كلكم كلكم الحمد لله الله يجزاكم الخير شدوا حيلكم والله وقو يعني ما حد راح ينفعكم الا نفسكم عرفت انتم اللي شدوا حيلكم وتجمعوا خلوا الناس يشوفونكم انتم قاعدين والله تقدمون رسائل يعني وتكسبون اجر في ناس يا اخي يمكن ما هو قادر يطلع من بيته عشان هذه المشكلة اللي تعتبر يعني ان شاء الله محلولة بالمواجهة زي ما قلت عندكم مقر مكان طبعا احنا كنا طول عمرك نجتمع في الحدائق العامة انا مشترك نادي توست ماستر هذا حق الخطابة حق الخطابة ما قصر رئيسه الله يجزاه بالخير اخوي ابراهيم العجاجي تعرفنا على وزارة الشؤون الاجتماعية عن طريق لجنة الوادي وعطونا مقر طبعا احنا ما عندنا مقر احنا ما عندنا مقر خاص فينا لا مقر عن طريق اللجنة نجيها طبعا هو مثلا باليوم معين يعني كل شهر نجيهم بيوم معين لكن ما في مقر ثابت طيب خلونا على الهواء نقول انتوا اصحاب رسالة سامية وتستاهلون يعني اكبر افراد المجتمع يحط يده في يدكم لانكم قاعدين تقدمون شيء والله يا اخي صعب على كثير من الناس يقدمونه فاذا كان في احد من اهل الخير اللي يقدرون يساعدون مثلها يعني ما شاء الله مثل هالابطال الرجال اللي قدامنا على الاقل بمقر يجمعهم ويجمع النادي هذا علشان يقدرون يتجمعون فيه انا زرتهم في مقرهم اللي معطينهم لجنه حي الوادي مقر صغير غرفه يتجمعون فيها بس عشان يقدرون يحصلون مكان يجتمعون فيه بدل الحدائق ان شاء الله انه في احد في خير بيسمعنا باذن الله كثير ان شاء الله أهل الخير. باذن الله اهل الخير كثير والقناه بدايه قناه مبروكه ما يطلع من دائما ما حد يطلع منها هنا الا كسبان باذن الله انا الآن أحط حسابكم أغرد في الهاشتاج من حسابكم والناس بيضيفونكم بإذن الله وأحطها في الهاشتاج عشان يقدرون يوصلونكم عشان إن شاء الله اللي وده يساعدكم يوصل بإذن الله عن طريق الهاشتاج بإذن الله وحتى والله الهاشتاج ما شاء الله يعني يشكر لكم يعني تواجدكم وطلوعكم أنكم يعني ما قلتوا يعني أن ما نقدر ولا نقدر أنتم ما شاء الله عالجتوا الآن كثير في البيوت ما شاء الله وفي ثناء وشكر وفي استفسارات كثيرة زي دول اللي تقول أنا أختي كان معاها إلين عمر 8 سنوات وتغلبت عليها مع القراءة وأيضا تقول نوري هل يمكن استفسار على اللي قبل يعني هل القراءة هي علاج؟ القراءة هي فيه تقنيات كثيرة من ضمنها القراءة سواء القراءة أنت حتى أنت لما تقرأ وتطور معلوماتك المحصول اللغوي عندك يزيد فأنت لما يصير عندك محصول لغوي كبير تقدر تتكلم يا سلام هذا الشيء أما القراءة فأنت لما تقرأ بشكل هادي كل يوم تستفيد أكثر وأكثر يا سلام محمد اليافعي يقول تحية قوية لشباب النادي الأقوياء والله أهنيكم على الإصرار والقوة وهذا أقل شيء صراحة تستاهلونه يقول نبغى طرق علاج للأطفال يعني اللي فيهم تأتى بالنسبة للنادي النادي طبعا من سنة 18 فعلا لكن بعطيك معلومة بالنسبة للأطفال من سن 2 إلى سن 6 سنوات بقدر ما تستطيع يعني حاول تتعامل معه طبعاً بتعامل لين وتحاول تبين له إن في تأتأة راحت بإذن الله تروح بتروح يا سلام برضو هنا كيو دبليو أو تقول هل التأتأة الشفاء منها بإذن الله يكون 100% أو يبقى زي ما انت شايف في ناس كثير تخلصوا من التأتأة تخلصوا وأنا ضد وأنا أخوك ضد واحد يقول التأتأة ما لها علاج يا سلام أو إنك تقول التأتأة بخلصك منها في أسبوع يا سلام التأتأة يبغى لها زي الماراثون يبغى لك مشوار صبر إصرار تحمل بإذن الله تنجح يا سلام مو بالإصرار والعزيمة إن شاء الله هذه جواب عنها والآن أيضا نزلنا حسابكم أنا وأخي محمد الشريف نفس الهاشتاج ونتمنى والله أن برضو تزورون يعني الهاشتاج اللي هو برنامج صيف الرياض 5 الكل ما شاء الله يثني ويشكر أنا ودنا نقرأ والله مدح الأخوان والأخوات الله يسعدهم لكن نبغى منهم الاستفسار أيضا هذا يقول هل حتى كبار السن يتعالجون منه كل الأعمار تعالجون كل الأعمار من الصغير للكبير يا سلام لكن كل ما تأخرت العلاج كل ما زادت عندك زي ما قلت لك التراكمات السلبية اللي عندك حاول إنك أول بأول تتخلص منها يا سلام طيب يعني والله ريوم برضو تقول هل الأهل لهم دور أساسي الأهل مؤثرين لكن في الغالب التأتأة هي
فيك مثلا لا تسمح لي يا عبد العزيز الوقت. انا الان غردت بحسابكم في هاشتاقنا، ارجوكم ضيفوهم ترى والله يستاهلون، واللي عنده اي دعم لهم يدعمهم، ترى من جد ناس يستاهلون لانهم قاعدين يقدمون رساله عظيمه وجميله. يستاهلون والله. تسمحوا لنا نختم لان عندي شيء. انا ناس يكلموني كثير من برا الرياض، انا ودي اخدمهم صراحه. صحيح. بقدر ما استطيع. يا سلام. هذا واجبنا. فاي شخص من برا الرياض احنا عندنا ملتقى ان شاء الله الشهر القادم. راح نخدمهم. هذا الشيء يلقونا في حسابكم اكيد. في حسابنا كل شيء في حسابنا. الشيء الثاني بالنسبه لي انا في حاله روحتي لاي مدينه اغرد في حسابي عشان اسوي لقاء مع اي شخص في نفس المدينه واخدمه بطن بعيوني. هذا اللي نقدر نسويه الان. الله يعطيكم العافيه. الله يعافيك ويقويكم على فعل الخير. وانا ارفع العقاب احتراما لكم جميعا. والله كلنا واجبنا تستاهلون. تستاهلون اللي يدعمكم وانا والشباب. ترى احنا بدايه يعني اصغر مجموعه هنا تحت امركم في اي شيء، واكيد ناس كثير يسمعوننا في خلف الشاشات بيوصلوا لكم عن طريق حسابكم. الله يعطيكم العافيه وشكرا لحضوركم. ونطلع فاصل. طيب الله يجيب. ترى انتم اللي متفضلين علينا مو بنا والله. الله يسعدكم. ودنا صوره جماعيه في الحديقه نستمع يا احدنا في الصيف نلقاك والفرحة تغشانا. اهلا وسهلا ومرحبا بالناس الحلوين، شرفتونا. ايش اسمك انت؟ نوت حامد العنزي. نوت؟ لا ايش؟ حامد العنزي. نوت؟ نعم. ناسين اسمها ما شاء الله. وانت ايش اسمك؟ رينات عبد الله صالح الدواس. ارفعي صوتك. رينات عبد الله صالح الدواس. رينات الدواس. ما شاء الله. وانتي؟ انا رند عبد الله بن علي. نعم يا رند. وانت؟ مرح محمد. شوف الصوت فين. يا سلام يا مرح. وانت؟ نوران علي. نوران علي. اهلا يا نوران، كيف حالك؟ الحمد لله. هدى حامد الهندي. هدى حامد الهندي. الله يحييكم ونورتونا وشرفتونا. ايش مقدمين لنا الليله؟ اليوم راح نقدم لكم رسالة الوطن لبيك يا سلمان، وراح نرقصها. بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. من اللي دربكم؟ أستاذة أميرة. أمير رداد. أستاذة مين؟ أمير رداد. الله يحييهم. حيوهم حيوهم. ما شاء الله. طيب ايش اسمكم انتم؟ فرقة دريم. فرقة دريم. فرقة دريم. من متى وانتم تنشدون؟ يعني من 6 شهور كذا. ما شاء الله. قدمنا مسرحيات وقدمنا هيا هلا بالعيد. ساري ونورت عيد و بسم الله عليهم. ما شاء الله. في العيد ما شاء الله. قدمنا سواد. لا واحدة واحدة عشان الصح. واحدة واحدة. ايوه ايش؟ نورت عيد ايوه ما شاء الله كثير. طيب وين سويتوا نورت يا عيد؟ بجامعة دار العلوم. ما شاء الله. شو أجل شكلكم فنانين مسرح ما يحتاج. أكيد. طيب إذا نبغى نشارك معكم شلون؟ نسوي مسرحية لأن أبوك بعيد. عادي تقبلونه يشارك معكم؟ إيه أكيد. تحية 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 تحية. إيش يمثل دور إيش؟ بابا فرحان؟ يا حبيبي الله يزن. والله يستاهلون يستاهلون كل خير. بندر ايش مقدمين لنا اليوم؟ الله يعطيهم العافيه البنات الجميلات. اليوم حيقدمون لنا رساله لجنود الوطن. طبعا فيه نوجه تحيه لجنود البواسل الحد الجنوبي، فهم حبوا يشاركون معنا اليوم في فقره بسيطه يستعرضونها على القناه اليوم، دعم للجنود. وحبوا الاطفال يقدمون رساله يعني بحكم انهم يعني صغار في السن، فحبوا انهم يوصلوا رساله عن طريقتهم يعني. انتم مستعدين؟ ايوه مستعدين. يلا يلا تفضل. قولوا بسم الله. بسم الله. بسم الله. الله يحفظكم. الله يحفظكم. استودعنا. ما شاء الله. الله ما شاء الله. اي والله صلوا على النبي تكفون. واذكر الله. بسم الله. يلا احنا نروح هناك عشان نتفرج عليهم. بسم الله عليهم. لما يصيرون جاهزين اعطوا اشاره عشان نتابعون لكم والمتابعين الخلفيه المسيء. يا سلام يا سلام. اي الحين بجي معك بعد شوي. لا تعال هنا نجلس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. جاهزين؟ ايوه نبدا. الله يعطيكم العافيه. ما شاء الله. ايش هذا الجمال والابداع والحركات ما شاء الله. هدى ونور.
تشفيك ما شاء الله. كل يوم كل يوم تعالوا هنا. طيب كل يوم كل يوم. تفضل يوم. شكرا 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 ها شكرا شكرا عشان انتوا جيتونا. شكرا عشان الشيء الحلو اللي سويته. يلا بندر يحب بس ياخذ صوره ختاميه. اي والله يلا بندر معهم. اي والله يستاهلون. كيف تصفوا عشان اخذ صوره؟ انا اخذ صوره عندي بالجوال وانزل. روح ارجع ورا بندر تعال معهم خلني اصورك. ارجع ورا يستاهلون يستاهلون. لحظه 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 ما شاء الله ما شاء الله. خالد خالد تفضل معهم يا خالد. لا تعال انت هنا تعال انت هنا. ايوه ايوه كذا ارجع شويه ورا. لا لا خليك واقف خليك واقف. يلا ارجع شويه ورا بندر. خالد ما شاء الله ما شاء الله جمال. لحظه تعال حق الصوره. يلا وانتو ما شاء الله ما شاء الله. تعال معهم تعال معهم حبينا والله هم. 1 2 3 تحيه 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 يلا مع السلامه. يلا اللي يبي الصوره ياخذها من سنابي ما اعطيكم اياها. تشرفنا فيكم والله يسعدكم. قولوا امين. الله يحفظكم. مع السلامة مع السلامة. الله يزوجكم والله يخليكم. ما شاء الله تبارك الله. الله يحفظهم الله يستر عليهم ويحفظهم ويكفيهم شر عيون الناس يا رب يا كريم. اجعلهم قرة عين. عبد العزيز مجهز لنا شيء؟ صح عليك حضري. عبد العزيز الحين مغتر ولا بشماغ؟ عبد العزيز وين رايح؟ تعال يا اخوي. تعال خلينا جه مسوي لنا شيء عبد العزيز. شكله شيء شيء زين اليوم جايبين مرقوق. الله ما ادري نفتح ونحتي بندر. لا لا ما نحتي بندر خلاص بندر راح. شلون؟ خلاص. طيب من اللي بيعلم هذا من طبخه؟ طيب طبخ يا ربي يا ربي ما شاء الله يا ساتر. اوه جريش ما شاء الله. يلا راح دوق انت رايك. ايش رايك؟ يجيب لك ملاعق ويجيب لك الله يعطيهم العافيه. ايش من عليهم الصلاه يسترهم يحفظهم. طيب خلنا نسولف مع المشاهدين. اجل خلنا نقفل عشان ما يبرد. اسمع خلنا نسولف معهم ونقول لهم يعني انه طبعا الاسبوع الاول. استريح يا خالد. وين الكاميرا؟ وين كاميرتنا؟ بسم الله معاي الكاميرا. والله تكلم علي يا زينكم. طيب عزوز بس بسوي لفته بسيطه. يا سلام. عن تسوي لفتتك الان. ايش رايك؟ طيب يلا خالد معكم. انا ما جاهز. خالد عنده لفته ما ادري وين كاميرتي. خلاص واضح واضح هذه. خالد عنده لفته. صل على رسول الله. لا اله الا الله. عنده لفته الله يعطيه العافيه عن جنودنا البواسل. وتكرم خالد الله يجزاه خير بس ابعد من الجريش. اي وسمعنا لفتتك الجميله اللي يستاهلونها جنودنا. تفضل تعال هنا خالد. خالد عشان الكاميرا. يلا بسم الله. اجل خليني وانا موقف احسن. هي يعني ما لاحد كرم او منه انما هي انما هي مشاركه وضم صوت من مع اصوات المشاهدين. هي كلمات تجول في الخاطر بما انه عنوان الحلقه وقلنا من ختم اليوم عن الحد الجنوبي والجنود البواسل. هم سميناهم جنود البواسل او جنود الله حماة الوطن وحماة الديار. اختصهم الله لحمايه مقدساته وحمايه اوطانهم وحفظ اعراض واموال المسلمين. جعلهم الله في المقدمه ورزقهم قوه ايمان ورباطه جأش. ليل قلوبهم على إخوانهم وجعلهم أشداء غلظاء على أعدائهم. وعدهم الله إحدى الحسنين إما النصر وإما الشهادة. لا يستوي من بذل ماله ودمه وروحه في سبيل الله ممن أقام الصلاة وآتى الزكاة. هم أعظم درجات وكل وعد الله الحسنى. استجابوا لله وامتثلوا أمر ولي أمرهم وآثروا بأنفسهم الحياة على غيرها. خير الناس أنفعهم للناس وكل ميسر لما خلق له. حقهم علينا الدعاء والصدقة وصلة قريبهم وعيادة مريضهم والترحم على شهدائهم ومواساة أهلهم ورعاية يتيمهم. مدوا يد العون والمساعدة والجاه والشفاعة لأهلهم وذويهم. نكفيهم عما يشغل بالهم ويكدر خواطرهم من تعليم وصحة وسداد دين وإيجار وقرض وغيرها. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم خير ختام من خلف غازيا في أهله بخير فقد غزاه. الله الله عليك يا خالد. الله عليك. الله يعطيك العافية إن شاء الله.
وينصرهم يا رب يا كريم يا رب ينصرهم. واحد يتعرف على دينا خالد الله ولا خالد اقول لك اطلع برا يا رب يا الله يجزاك خير على هاللافت انا احتسب الله وجهك. عدنا اليكم العود احمد انا اصبر عليك في هالفقرات بس عشان خاطر ام عبد العزيز يمكن يمكنها يا حبيبي لك يا حبيبي لك الله يسعدك واذا فيك شرف من هذا القرم اللي ما يمتي الان انت يعني تفضل الله يجزاك خير شكرا لك اشهد عليه رجعت شلون اسلوبي اخواني واخواتي المجاهدين عدنا اليكم عود احمد بمسابقه جميله لطيفه والاروع من ذلك مقدمها الرائع عبد العزيز دليس يا مرحبا عبد العزيز تحولت مقدم الداعيه الله يسعدكم الله يسعدكم انا مجرد عبد العزيز دليس فقط لا غير تحولت كنت قبل شوي بشماغ ظاهر لا ما ادري تو في الهاشتاج يقولون انت بشماغ انت بشماغ انا ماني بوتر ليش؟ انت متحول الله يسعدك الله يجعلنا خير ما تظنون ان شاء الله الزبده عندنا مسابقه التخمين اللي يقول انا بس عبد العزيز على اساس انه في عنده 10 ارقام بس احنا بنحذفها الحين حبيبنا حبيبنا الله يسعدك مسابقه معروفه للجمهور وبدات التنافس حبيبنا فريق محمد الشريف وفريق خالد كرم ننتظركم وننتظر تلميحاتكم بنحط لكم صوره نفس كل يوم تخمنون تعطونا تلميحات وراح نقرا للشباب لا تكفى مو راح نقرا لا 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 والله مو زي امس مقلب لا والله امس بس يعني كان في ضيوف زي كذا عبد العزيز لا تسوي فينا مقلب على نهايه اليوم الله يخليك افا لك لا والله غالي غالي والله يا ابو حميد غالي يا خالد وطبعا المسابقه والله ما في مقلب المسابقه ما حطيناها اليوم برضو الا رغبه ايضا للجمهور العظيم اللي جمهور بدايه اللي اصر علينا من امس ولا كنا والله ناويين نسوي مسابقه جديده وبسم الله نبدا مع اول صوره هي موجوده على ايش وش فين علت صوتي انا مره يقطع من الحماس يا شيخ ها كنترول الصوره طلعت ها الصوره الان على الهواء اخواني واخواتي المشاهدين والمشاهدات شكرا لك يا كنترول شكرا لتفاعلك شكرا لجميع طاقم بدايه جمهور محمد جمهور خالد لا بسم الله نبدا اول تلميح لك بسم الله الرحمن الرحيم جماد جماد حلو في البيت في البيت يشتغل على الكهرب في منه نوع على الكهرب ونوع بدون هذا جاء فرن الغاز لا كشاف نور لمبة لا رازان تقول شيء مهم على المكتبة منبه منبه لا اللابتوب جهاز كمبيوتر شيء يخليك تبكي العنود شلون شيء هنا؟ ايه حلو اسلم انت قاعد تكلمنا ولا تكلم الهاشتاج؟ لا معكم هاشتاج يستخدم في البيوت والمدارس والمكتبات هذه من حكاية صمت سبورة قريب منها لا حول ولا قوة الا بالله قلم قريب من القلم كيف قلم على كهرباء؟ في قلم قريب من القلم ليزر ايش فيه؟ ما تعرف رانيا وغنى الشريف والشقردية انتم مرة واضحين وانوار والبحور يستخدم في المدارس وفي الاختبارات بكثرة في المدارس الآلة الحاسبة هو آلة بس مو بحاسبة طابعة قريب منه لتجميع ايوه هذه كي اسمها تقول لتجميع الأوراق دباسة يا سلام عليك ترى ترى يا اخي ذا المقدم رائع ما شاء الله تبارك الله الجو اللي يسويه كان الجائزه سياره ما هو دائما طالعين مننا حبيبي يبرد الكريش الان الصوره الثانيه اخواني واخواتي المشاهدين والمشاهدات شكرا الان محمد الشريف 1 خالد 0 وش تصريحك يا خالد؟ شكرا لك طيب الصورة الثانية التحدي يبقى فرسان اخواني اخواتي جمهور خالد جمهور محمد ننتظر تفاعلكم وتلميحاتكم مو يعني يا الصورة الان يا كنترول الصورة الان على الهواء اخواني واخواتي المشاهدين والمشاهدات عندك تلميح التلميح نبدا بمين؟ خالد طبعا تكفون اعطونا شيء قريب ابغى شيء براسهم اخر يوم لازم نضع بصمتنا اخواني المشاهدين والمشاهدات يلا حبيبي خالد نبدا من عندك في روح
ياخذ سؤال الشهاده انت؟ لا لا ما في روح. في روح؟ لا 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 ما في روح. يعني جماد. جماد صحيح. موجود في المنزل؟ ليش هذا الدوري موجود؟ لا لا حتى لو جاب فيه. طيب يلا اسلم تفضل. موجود في غرفه النوم. حلو موجود في غرفه النوم. موجود فقط في غرفه النوم؟ بين وبين تقول سجى في المنزل وغير المنزل. والله يعني مش في غرفة النوم. إيه؟ مو لازم. طيب ممكن يتواجد في الحوش؟ اللي يدورون البراد. لا الأصل لا. السرير. السرير؟ السرير قلت السرير خطأ. يا أخي اسحب من النقطة اللي قبل شوي. ها؟ بعد الجواب هذا. والله قال السرير ما شاء الله. صدق والله؟ 2-0 2-0 صديقي محمد شكرا لتعاونك. شكرا جمهورنا الكريم اللي يقول يوجد في غرفة النوم اكيد يعني واضح يا رب الله يسعدكم. لا يوجد في الحوش اللي يدورون البراد. لا لا هذه انا جاي لا لا والله اللي فيه شايله وكل شيء والله ما قاعد اسمع. النتيجة 2-0 التحدي تحدي والتحدي يا ابو فرسان. ابو متعب تصريحك شد حيلك تصريحك ابو متعب ابدا. والله انا ماني ماني عندي. الصالح يقول موجود في الفنادق. خلصنا الصوره الثالثه. الصوره الثالثه الله يسعدكم بالراحه محمد ودعاني. ايضا هبه يعني ما شاء الله شغالين كلهم الى الان. استوب الان نبدا الصوره اللي الان على الهواء اخواني واخواتي المشاهدين والمشاهدات. وش الصوره؟ يا سلام يا سلام. اظنها واضحه وسهله. نبغى تلميحات بسيطة تساعد اخونا محمد ليفوز ان شاء الله. ويفوز برضو ان شاء الله. لا لا حبيبنا انا متنازل. لا لا متنازل مدفوع له في المقدم. لا والله لا والله لا عزوز عزوز صح انت بينك بس بالله تكفى جمهور محمد. لا لا الله لا يسلمك. طيب شيء يستخدمه الجميع من النوش بداية. شيء يستخدمه الجميع الاسم. مبروك لمحمد هذه من مطيرية. خالد نستنى ما شاء الله والله هنا كثير يقول الشقردي يقول نستنى تفاعل خالد. خالد تفاعل يا اخي. عندك التلميح؟ قلت الاسم يقول الكل يستخدمه. حلو اسمه. الكل يستخدمه؟ ايوه انا قلت هذه التلميحه. صباح الخير. هي تقول لحفظ الاغراض. صباح الخير احنا على الهواء يا خالد. بوك. حلو هذا إجابة على طول ما يبغى يفكر. أيه. لا تجوني. أنا أقول شوف إيش رأيك خلنا نقدم أنا وياه مسابقة وفوز وخلاص. هم أنت شغالين كذا. لا لا زاد. شغالين كذا. صل على النبي. اللهم صل على. تقول روان الشمري في البيوت وفي المنازل كلها الله يسعد بيوت منازل هي واحدة. أسم. في البيوت وفي المنازل. طيب. وغيرها طبعًا. ميمي تقول في كل الأماكن. طيب ينشال داخل السيارة. جماد. ينشال داخل السيارة. ينشال داخل السيارة. كرتون. برضو حسين الفيفي يقول شيء دائم يضيع. يضيع؟ ايه. المفتاح. المفتاح! يا رب! يا حسين مرة 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 الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله يسعدك الله يسعدك شكرا من القلب. والله اللي قال اللي يضيع دائما انه جابها على جابها على الوتر. دقيقه الحين كيف يستخدم لحفظ الاشياء؟ يا اخي مفتاح تحفظ فيه. خلاص ركب السماعه. لا لا شيل شيل. لا لا بقرا شيلها. روح خالد. خالد ايش وضعك؟ الخيل الاصيل تسبق تالي. خالد الان بقالنا يا اخوي يقول لك يلا يا الخيل الاصيل يلا يلا شد حيلك الخيل الاصيل. صحيح صحيح. اوكي طيب حلو حلو اوكي. يقول مقلوب ايوه. ابشر 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 والله يا ابوي ابشر. الصوره الان على الهواء. شوف يا جماعه شوف السماعه وين. صح يقول نجيب لا تقولون كذا على الهواء. انا ابشر ما يقول كذا على الهواء. منيب يا حبيبي القاسم اخر يوم عاد تخربها. يلا يلا الصوره على الهواء الله يسعدكم. وانا هواء والمخرج هواء وكلنا على الهواء ومتابعينا على الهواء. هذه مدح ولا شنو؟ يلا 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 الصوره ترى بقى لك خالد. قم قم خذ لك فنتو خذ لك فنتو شوي. والله ما تقهويت اليوم. طيب وش يلا بس يلا اعطونا الصوره خالد. الصوره الان على الهواء اخواني واخواتي المتابعين والمتابعات. لمحوا تكفون لمحوا لمحوا. وش الصوره كنترول وش ايش؟ حبيبي والله بالعافيه. بالعافيه هذا شكلها حيونه تقول من المأكولات. يلا قلت لك بالعافيه شكلها جريش. لا جوعان مره روح حافظ الله يسعدك. من المأكولات؟ نعم.
ينطبخ ولا يجهز؟ يعني كلها كذا وكذا. هي اكله ولا نبته؟ اسالني واقول ايه ولا لا. اكله ايه ايه. وش بعد؟ هطة. اسالني. لا بعد خالص. بيتزا. ها بيتزا؟ لا مكرونه. خليه يفوز. لا من النباتات ولا من يا اخوي اقول لك اكله تقول ايه؟ تقول من النباتات. لحظه يا اخي. لا 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 مو من النباتات. هو لانك انت تستهين بالاسئله هذه ما تفوز. طيب يلا خلي. طيب هو يزرع ولا يعني يصنع؟ ثانيه ممكن. انوار تقول خالد يبغى قهوه وهو ما عنده قهوه. خلاص. ام علي كيك. ام اسامه تقول فيه من السكر. تمر. قريب. معمول. اصبر خلنا عشان ما يقولون هذا. يقول والله يقولون ان هاشتاق اني غشش محمد. والله ما غشش محمد. بسبوسه. ها بسبوسه. هذا ثقل يا ربع هذا. وش بسبوسه الله يسلمك. لا 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 عطني ثاني عشان هو اعطانا ثنتين تو. بس هو قال معمول. قلت انتي ولا لا؟ انما الدنيا فناء تقول منه انواع ومع القهوه غالبا. مع القهوه غالبا. ريومه تقول تاكل مع قهوه واكثر شيء الصباح. خلاص عاد. تمر اخوي رطب. لا قلنا تمر. وشلون تعيد؟ ما يخوش. انوار تقول حالي. دونات. ما جوالك؟ ما جوالك؟ برا على برا. ايوه برا على برا. والله اشكر اخر يوم صراحه. والله العظيم سألتك بالله قلت لك انا شيء؟ لا والله. لا بقولك السر يا اخي. قهوه مع الصباح. انا بقولك السر. يا دنكاوي لازم تعرفه. انا بقولك السر. انا محمد متفقين من البدايه انه اليوم ما اجاوب شيء. الله اكبر. اي ثار يعني؟ لا لا بس طلب. الله يسعدك. طيب استرح استرح لان هي اصلا هي ست صور فان الان النتيجه ست صور. اربعه باقي صور. والاربعه اي اربعه. لا النتيجه 4-0 باقي صور. لكن الجمهور له حق. يلا لها حق علينا. هذه صورة لها حق علينا صراحة. هي المفروض تكون من البداية. طيب الصورة الآن إخواني وإخواتي المشاهدين والمشاهدات. ونبدأ بأم عبد العزيز تقول إنسان. إنسان. نعم. جاوب ولا جاوب؟ له منصب. شو تقول رجل مهم وله منصب عظيم. محمد بن سلمان. قريب. محمد بن نايف. قريب. سهام تقول الملك. لا هذا تلميح واضح مرة. الجبير هذا شو اسمه؟ عادل الجبير. تقول من الرؤساء. خالد. من الرؤساء. الملك سلمان. لا الله يطول بعمره. امين يا رب. اردوغان. بقرب لكم تقريبه هذه مرة رؤساء. عبد الله البزيع يقول ونعم. رحمه الله. ملك فهد. لا رئيس ولا ملك؟ ملك عبد الله. يا جلال الملك عبد الله. الله الملك عبد الله ويغفر له. الملك عبد الله ملك الانسانيه. ملك عبد الله. ما شاء الله يا محمد الشريف. خالد كرم. خالد كرم بتجيب اخر صوره ولا لا؟ الله يرحم ام امك. والله من جد خالد اذا ما بتجيب اخر صوره ترى ممكن اقفل البرنامج انا. شوف هنا من العظماء. الله يغفر له ويرحمه. طبعا جاوب الملك عبد الله. الصورة الأخيرة الآن تكفى. جاوب عشان بس الجمهور. طيب والله أبشر. والله أبشر. تبغى غير مسابقة؟ كمل مسابقتك هناك. طيب. بس والله بس عشان الناس. لا لا ما شاء الله والله العظيم إنه جابه من غير جوال ولا شيء. يا أخوي أنت حاسد. التوكل على الله يا شيخ مطلق. بارك والنية. الله. اللهم قوي إيمانك. الله يسعدك. طيب الصورة الآن على الشاشة إخواني وإخواتي المشاهدين والمشاهدات. أبغى أقرأ تلميحات سريعة. الله يسعدكم. بسم الله. إنسان. يا سلام. شخصية مهمة. قارئ. يلا عاد تخصص. خلاص عاد تخصصك يا خالد. في الرياض. قارئ. ياسر الدوسري. لا شوف تقول ايش؟ لا تكفي لا صعبة. لا لا تكفي صعبة. خليك 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 ناصر قدامي يصدقني يا شيخ. يا شيخ يصدقني يا شيخ. اعطيني الكلمة اللي امس مرة ايش؟ مرة زايش؟ والله مرة سعادة قسما بالله.
يا الله مره سعاده خلي بس الله يسعدك الله يسعدك حبيبنا والله حتى الشيخ ناصر بده يدق يشكرك الان الله يسعدك والله يلا فراد الجنه حرام عليك خالد طيب نختم بها بقى وقت الله يسعدك باقي وقت اجهات صور باقي وقت الله يسعدك بدي تو ياخذ فورمه جهزوا ست صور ثانيه النتيجه 1-5 لحظة وقال ست صور معناته الحين بيقدر طيب لا والله لا عبد العزيز نحط تسمح يا محمد وتسمح يا خالد نحط الصورة الجاية بنقطتين أكيد أنا ما أنا ما هذا طبعا على كلام مخرجنا طيب أوكي نقطتين طيب. يعني يا أنا أجيب 7 خلاص يا هو يجيب 2 يجيب يصير 3 طبعا والنتيجة واضحة بسم الله الصورة الآن إخواني وأخواتي على الشاشة النتيجة واضحة والله واضحة بس خلها إن شاء الله بدي يصير تعادل ولا فاصل أجل خلها في 4 نقاط عشان نشوف يلا ها إذا سمح محمد أسمح 4 نقاط إيه أسمح يعني تصير تعادل أنت وياه ونجيب فاصلة يلا بسم الله الآن الصورة هي على الشاشة إخواني وأخواتي كانت على الشاشة ما جبتها إلا طيب بسم الله الكل أشكر تفاعلكم وحماسكم خالد يقولون شلونك خالد يقول شلونك شكله توي صحصح طيب بسم الله نبدأ مع الصورة رهف تقول جماد أنا بقرأ معلش بسرعة عشان الصور طيب يلا لأن يمكن الآن في فاصلة بينكم يلا يلا اقرأ جماد اقرأ الهاشتاج حلو وش في أتابع طيقر سيارة ها سيارة قريب طيار ها طيار قريب قطار يستخدم في خارج المملكة يلا ها أكثر شيء يعني هذا من أيوش يستخدم في خارج المملكة باخرة حلو سم باخرة لا هي وسيلة نقل يعني أنت جاوب أنت قل لي وأقول لك إيه ولا لا سيكل لا مترو وش قلت مترو لا 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 من أقولها والله أنا قالها قبل ما شاء الله تبارك الله يا خالد شو السالفة ما قلتها من قبل شوي شو السالفة ما شاء الله وآخر ما شاء الله كيف عرفت يا خالد قال لي شيء أنت إيه مغششة صدق اي عشان ما يزعل مترو طيب الان هذا ما شاء الله محمد طبعا كان راضي لا تزعلوا علينا جمهور محمد الان صار التعادل بين طبعا قطار هو مترو قطار يعني بس فكرت والله اني قال طيب الان ذكرتني وانا العب مع اخوي الصغير سامح الان اعطيه نقاط مشى خالد تصدق اتوقع انه بيفوز يلا اتوقع هذه اخيره هذه الاخيره الفاصله يا مخرجنا صح لا طب عطنا صوره صعبه اي لان محمد تو رضى انه يصير طيب اللي تو قطار فاز فيها حبيبنا خالد اسمع عبد العزيز في صوره ولا زي امس عفا عليك تلقى اي والله لا هنا حماس اليوم اخر يوم لا اليوم اخر يوم طيب الصوره ايوه الصوره الان على الشاشه اخواني اسف اي والله صوتي عالي معلش اسف الصورة على الشاشة الآن إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات الله يسعدكم طالع كيوت اليوم طيب بسم الله نبدأ الله يصلحك وش ناظر هناك ما لا انت بالغلط في شيء خالد ابدأ من عندك يقولون يلا يقول أنا والله إني ما بدي محمد جماد ها جماد. لا أجل إنسان ما راح أقول شيء بعدين يقولون أنا اللي أبدأ لا عندك أنا معك يا رجل طيب حالك أنا خويك جماد قلت صح حتى جرائم ما تبي نرتكبها داخل المنزل رفيقة الدرب تقول هو دائما رفيق للدرب الله ما شاء الله كلمات رفيقة الدرب ورفيق للدرب ايه طيب اسلم جماد هو لا انا قلت لا ولد صديق لا. صديق ممكن ما ادري انت واسطة تعرف يصير صديق اوكي شخصية عظيمة هذه جود المطيري تقول شخصية عظيمة اوكي النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم محمد طيب الجندي والله الضحكه ذي وضع منتي ذا جندي عليه الصلاه والسلام قول للكنترول سمعنا ضحكه والله ما يلمها والله قول للكنترول سمعنا ضحكه يقول الصلاه والسلام يا اخي يقول رفيق دربك كل شيء طيب عسكري للمرور قريب ما شاء الله نعناع يقول الله يسعدك انا اسلم وش يقول انا لا تلميح وين طيب لا ما اقول الله يسعدكم اخواني واخواتي مشاهدات ما اقول تلميحات الصريحه اسلم انسان سلمى سعد تقول انسان ام ريم تقول لا
رجل يلا ها سهلت عليكم والله. طيب الانسان هو رجل يا اخي. ها ايش فيك الانسان؟ لا اوكي الانسان ذكر وانثى اخ. سواق الانسان لانه يطلق الرجل والمراه. سواق السياره. لا هو شخصيه طبعا. طيب خلنا نشوف شخصيه واحده معروفه يعني. شخصية. اي شخصيه معروفه هي اللي هي على الصوره. اه هلا العنزي تقول يلبس نظارات. اوكي غير هالكلام. شو الصورة اللي بالريال قصدك؟ ها؟ الصورة اللي بالفلوس؟ لا لا اسلم عطني جواب. مرافق معك دايم؟ مرام تقول كبير في السن، والله قريب. كبير في السن. الملك. قلنا يا الربع، أموي تقول دايم يطلع بالتلفزيون، دايم. دايم يطلع بالتلفزيون ورفيق الدرب. كيف رفيق الدرب يعني؟ حلو، بدرية تقول اصبر ايوه ها. والله هذه ترى قريبة. يلا 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 يلا. أسمر لونه أسمر. ظلي يلبس نظارات ظلك. ها أسمر اللون. أسمر اللون. طيب هو شخص واحد يعني في التقنية والتحفيز صح؟ أحمد شقيري. أحمد شقيري أسمر. أنت عندك رجل. شوف أحلامي أحلامي جمعتها، قالت أحلامي رجل دين له مكانة ويجمع بين التحفيز والقوة. ما ادري ايش القوه. هو رجل رشد للصعوبه. رجل دين هذا معظم شكله اسلم. الصعوبه ذي هذا كلباني قريب والله ترى ما شاء الله. يلبس سديم من طير تقول يلبس ساعه. لا طيب سمر تقول طويل. بدل مشاري. انت ايش قلت؟ بدل المشاري. بدل المشاري خطا اسلم. والله ما خفت اسلم راس. يعني هو يمكن انا ما اعرفك. حلو صح. طيب أسرار المطيري ونورة وريمة وسهام ورحوب وكل يعني ما شاء الله عبد الله وهيفا أشكر لكم تفاعلكم في الهاشتاج صراحة وحقيقة. المترو اللي تو والله لا في لا مترو ولا شيء والآن ما في صورة. النداري واضح. الله يسعدكم. آسف. شوفوا آخر يوم لازم نقلبكم. ألف مبروك لمحمد. ألف مبروك لمحمد. الله يسعدكم. والله العظيم النتيجة واضحة صارت. فمحمد انت بس انت بس انت بس طلع يا حبيب الجمهور اللي طلب اليوم والله انه يكون في المترو المترو. ام عبد العزيز ام عبد العزيز الصراحة عبد العزيز الكلام موجه لك. وين الكاميرا؟ رجاء اللي مو ام عبد العزيز لا لا يسمع. والله الله يخلف عليك. الله يخلف عليك ان شاء الله ويعوضك بجنات النعيم. شوف لازم لا يا شيخ وش سوى. اي والله احنا اصدقاء بنروح بيوتنا بنروح بيوتنا ونبعد عنك. لا بس انت صلى الحبيب انت الله يعظم اجرك. ما سوى شيء غلط ابو حميد. انت فايز عرفت ما شاء الله. فانا قلت وشو لازم نروح معنا وياك في اخر يوم شيء مسكين. يعني المتر اللي اخذت عليه خمس نقاط ما لا ويقول لك انا قلت لو ما ارسلوا انا قلت المترو. يا الله سبحان الله. الله يسعدكم وين ما كنتم ويبيض وجيهكم. شرها والله على اللي صدق. لا لا فعلا الصور اللي قبلها والله حقيقيه الين جاب نصر القطامي الحمد لله ونمسي عليه والله شيخنا الغالي. الله يسعدكم وين ما كنتم ويبيض وجيهكم. صحيح يعني النتيجه واضحه طبعا فوز محمد حبيبنا. شكرا لتفاعلكم وايضا رسائلكم عن الحد الجنوبي ننتظرها. الله يجعلنا وياكم ان شاء الله على قولتهم. الله يسعدكم. الله يسعدكم والله. والله اسف اسف اسلم ابو خلود. كان في مبادره تطلب الناس رايهم في البرنامج وملاحظاتهم على هاشتاج. ابشر ابشر والله. طيب اخواني قبل ما نقفل باقي معنا 20 دقيقه يستاهلون. اخواني 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 واخواتي المشاهدات سلبيات ايجابيات في الهاشتاج الان راح نقراها لكم على اللايف. وش اللي اعجبكم وش اللي ما اعجبكم وش اللي تتمنونه من اخواننا القادمين في المناطق الاخرى. شكر وما الشكر خلوها يعني بعدين. الان نبغى منكم يعني ملاحظات. وايضا ابو خلود تفضل عندك عندك المايك لاني بقول كلمه بعدك. انا اقول في مبادره اطلقوها مجموعه من الزملاء بتويتر اللي هي اسقاط القروض عن عن اصحاب الحد الجنوبي. يا سلام. اسقاط القروض او سداد ديونهم. كانت بعض المبادرات ابتداها صاحب السمو الملك الامير متعب بن عبد الله وسدد عن مجموعه يمكن قرابه 150 او 200 شخص من الحد الجنوبي من منسوبي الحرس الوطني. ثم هي كانت مبادره للجميع رجال اعمال وشركات ومؤسسات او بنوك اللي هم اصحاب القروض. يا سلام. اسقاط القروض. انا اقول هي يعني اللي اسقط قرض او سدد
أو ساهم سواء كان مؤسسات حكومية أو مؤسسات مدنية. كلهم ان شاء الله يعني الحكومه مهم قصره الله يسعدهم وبيجيهم لهم قصرين. هو الكلام يعني. هو الكلام دائما مو كل الطلب يكون من الحكومه. يا سلام. الشركات ورجال اعمال اللي استفادوا من هالبلد عليهم واجب يعني كبير تجاه وطنهم وتجاه مجتمعهم. من هذا المنبر الى البنوك وللشركات. نعم الله يسعدك. المساهمه في اما اسقاط القروض او اسقاط الديون عموما. وهذا بينعكس ايجابي على جميع من على حد سواء براحه البال سواء بارتياحهم ما تقفل حسابه هلا مستقرين وضعهم المادي. انا ازيدك مشعر بيت للاسف انه في بعض البنوك عشان ما يقدر يسدد يوقفون يجمدوا حسابه نعم. ويجمدون حسابه يعني احنا نبيهم عون ما نبيهم يوقفون ضده. صح. اسمح لي اذكر اسم الاستاذ القدير فايز المالكي انبرى وتبنى ويمكن يعني خصص حسابه في تويتر هو عنده يعني صحيح عند يعني جمهور عريض خصص لي الحملة هذه للحد الجنوبي ولي إسقاط القروض والديون وهو كان يعني رافع راية الموضوع. يا سلام يا سلام. هنا تسنيم تقول الله يسعدكم بصراحة أغنيتونا عن بعض القنوات الله يفرج همكم. آمين. أم عبود تقول سعادتي أنا كأم غير كيف كسعادتي كابناء يعني الظاهر انها تقول الله يسعدكم يعني سعدتوني انا وانا ام كيف انا وانا اولاد. الله يسعدكم يعني كل اللي يضحك على المقلب الله يجعلنا خير ما تظنون. طبعا شكرا لكم على ما قدمتموه سهرتوا وتعبتوا هذا من الحمد لله. مرام تقول نتمنى الله يسعد ان شاء الله هذا من اداره القناه ان شاء الله بيشوفون. طيب تقول سازو اتعبتوا من بعدكم صح؟ صلى على النبي صلى على النبي صلى على الحبيب. دلال تقول حساباتك ان شاء الله باذن الله. سعد شويد يقول ابو ركان وش القادم؟ شويرد سعد شويرد سعد شويرد اي وش القادم ابو ركان؟ والله يمكن على في وسائل الاعلام يمكن ما في اي خطه صراحه الان. يا سلام. لكن انا قاعد اقدم دورات تدريبيه عن التحفيز والالهام وتحدي الذات. يا سلام. وارحب باي احد يبي الدورات اللي اقدمها من فضل الله عندي الان اكثر من 16 حقيبه تدريبيه ما شاء الله قاعد اقدمها الله يوفقك على جميع الطبقات. والله اصلا من تواضعك ابو ركان وانا بقولهم علشان تزعل انا اطلب لهم من ابو ركان دوره لانه ما شاء الله مدرب معتمد لكن رفض يعني ما يبغى الله يبيض وجهه يبغانا نتعاون في يعني في التقديم ولا الحق انه تقدم لنا وتفيد وتفيد المتابعين. انا اتعلم منكم يا حبيبي. الله يسعدك لكن انت ما شاء الله اشوفك من فتره تقدم على سنابك دورات. صحيح. الله يسعدك. طبعا صلوا على الحبيب. اللهم صل على النبي. برنامج ممتع وشيق اللهم صل جنودنا البواسل على حدود وطننا الغالي. آمين. من ادريس الدريس ابي يستاهل يستاهل اليوم في على قولتهم بين ابي وميمت الله يسعدهم. ابوك تعالي. اي والله طبعا حتى ميمت تقول الله يسعدكم يسعد خالد يلا ها يا حظك. كذب والله العظيم في الله يستاهل. طيب انا بقول ابو ركان قبل ما يعني على قولتهم ما اقرا المتابعين في شيء بخاطري على قولتهم. فضفض قول مره اليوم. شكرا من القلب اذا تسمحوا لي اشكر. تشكر؟ لا احنا اتفقنا قبل شوي نوقف في وقت نشكر الناس. اي اي والله ما انا وقت الحين خلنا نقرا الهاشتاج قبل نخلص خل بوحك وشكرك بالاخير. حلو 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 طبعا الله يسعدهم الجميع هنا. خالد وش القادم؟ ما حد سالك الا والله اقسم اقسم بالله. وش اسمه؟ خالد لازم يكون عندك ثقه في نفسك. ايش فيه؟ اي خليني اشوف خليني اقرا اللي سال. اسلم والله انت انسان جميل مبدع يا خالد. اسلم انا والله معتزل الاعلام فتره التهيت بالحياه العمليه لكن هذه عوده وان شاء الله انا كنت غالبا خلف الكواليس وهذه كانت يعني انت تنفع خلف الكواليس وامام الكواليس. الله يسلمك هذا والله من طيبكم وشكرا للقناه وشكرا لمحمد اللي يعني اصر ورشح وان شاء الله اني اكون وفقت اني اقدم ماده. والله يا خالد انا ما رشحتك الا لاني اعرف ايش تقدر تسوي. الله يبيض وجهك ويجمع أيوة حالك. والله ولي تجارب كثيره معك يعني الله بيض الله وجهك هذا والله من طيبكم وحسن ذاتكم. طبعا الكل يشكر ويثني في الهاشتاج انا اتمنى منكم شيء ايجابي شيء سلبي ترى عادي نقرا على الهواء اما الثناء على قولتهم ما ودنا فيه والله. لا تقرا شيء سلبي على الهواء ان شاء الله ما في شيء سلبي ان شاء الله ما في ان شاء الله بس انا برنامج واقعي انا ما عندي سيدة يا حبيبي. طيب اجل اقرا اللي قال عليك. طيب بعضهم والله يسال يقول وش تقدمون في حساباتكم؟ كل ما هو جميل ومفيد. انا اقدم يعني الحمد لله عندي كذا فقره
فقرة سلسلة خير البشر صلى الله عليه وسلم. شوية صلى الله عليه وسلم. جميلة الحمد يعني من جميلة موفقة. حول 6 شهور اللي هو من ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على النبي. حتى مات وما زلنا برضو. وأنا أقدم في تحديدا في سناب شات دورات مجانية يستاهلونها بين تقريبا كل أسبوعين أقدم دورة عن تحقيق الذات وعن تجاوز الصعوبات ووضع الأهداف وأشياء معينة. كذلك أقول قصص لناس ملهمين أجمعها وباستمرار أقولها في السناب. يا سلام حبيبنا. أنا والله السناب يوميات يعني ما عفوية، لكن تويتر أنا حاولت أن التواصل الاجتماعي يكون بعيد عن كل تخصصاتي، فيها خواطر معينة واقتباسات وأيضا اختيارات شعرية يعني متذوق فيها. طيب ايضا سلطان الشهري والشباب والله كثير يدعون لكم كثير كثير مره استفسارات طبعا يسالون يقولون ليش ما طبعا هو فكره البرنامج وللي يعني تابعنا جديد كل 5 ايام في منطقه من مناطق المملكه ان شاء الله بيطلون عليكم الاسبوع القادم يعني حبايبنا من منطقه جديده. الكل يشكر الكل يشكر قناه بدايه وشكرا بالفعل قناه بدايه. هل لكم ارتباطات في قنوات؟ أنا أتكلم عن نفسي أنا في جميع القنوات متواجد. نعم أنا ما عندي أي ارتباطات لكن لا أمانع بالتعاقد مع أي قناة يعني لها رسالة هادفة. يا سلام حبيبنا. نفس ما قال كل 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 صاحب رسالة أو كل صاحب يعني مادة ممكن يقدمها متى ما تتيحت البيئة المناسبة قدم من خلالها. طيب هنا نواف يقول مان طيب والله بقول من هو قدوتكم؟ ما أدري هو في الإعلام ولا في الحياة ولا من عند براحة. أشك أن القدوة هو الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. أشك القدوة الكبرى. أي قدوتي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا قدوتي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم هو والدي الله يطول بعمره. لا شك زي ما قلنا كل فتاة بأبيها معجبة. الأب دائما أو الأخ الكبير نموذج يحتذى به. طيب هل من الممكن أن نشوفكم في زد رصيدك؟ السؤال لكم كلكم. زد رصيدك من مميزاته أو من أهدافه أنه يظهر الناس اللي ما ظهروا. واللي عندهم شيء يستاهل انه يطلع فما اعتقد انه ممكن تصير لنا فرصه في زد رصيدك. يمكن نحضر كضيوف يوم من الايام كشيء نقدمه لكن كمتسابقين لا ما اعتقد. وهذا الكلام اللي قاله اضافه الى ارتباطي او حتى يمكن ابو راكان بالعمل فيعني مصعوبه انك يعني تلقى فرصه شهرين 3 شهور متواصله تاخذ فيها اجازه وانت كل رصيدك السنوي يمكن 25 يوم او 30 يوم. اضافه انه يعني ما عندك ماده ممكن يعني تقدمها خلال حتى 90 يوم. حلو. لكن في فقرات هامشيه او جانبيه ممكن واحد يعني يشارك من خلالها. طبعا في بعضهم يقول لي تاسف من خالد، انا بس ابغى ابين حبيبنا محمد وحبيبنا خالد ترى انا اخويا من غير حب يدي و تبطي عظم يا شيخ انا اوري اخويا من غير يعني الاعلام اي والله ف يعني اللي بيننا وبين هذا ساعات صدر وفله. طبعا احب نقبل راسك يا خالد. الله يبيض وجهك تفضل امسح متاحه. ما نعطي وجهك اقبل راسه؟ ما لا اقول هو يقبل راسك امامتي وبي وبنيتي. يا سلام عليك. والله أبقبل راسكم بالعمر وبالمقام، انا اصغركم. شكرا. صدقت. قم جيب مويه. الله يعطيك العافيه والله. ابو حميد كلمه طبعا الكلمه الاخيره بنقولها الان. خلوا الكلمات. اي هلا هلا. طيب الهاشتاج والله مولع كله ما شاء الله دعاء دعاء وثناء. الله يرحم والديهم ويجزاهم خير. اسلم اسلم. دائما عند حسن ظنهم ان شاء الله. ويجعل اذا الشيء اللي قدمناه في الفتره الخمس ايام هذه ان شاء الله انه يعني يرفعنا عند الله سبحانه وتعالى. ولو وعلى الاقل قدمنا يعني لو فوائد بسيطه ومعلومات جديده للناس. يسالون اكثرهم ايش المنطقه اللي بعدنا؟ ترقبوا ان شاء الله. خالد كرم لك ارتباط قناه المجد؟ والله حاليا من الجنه. حاليا لا. لا شك انا يمكن خلال 7 أو 8 سنوات سابقه كنت مع المجد. لكني ابتعدت من فتره. لا زالوا يعني اصحاب وزملاء متواصلين لكن كعمل لا. حلو يا سلام يا سلام. اسلم بركان اذا عندك شيء على ما نشوف لان اكثر من انا ما ودي ما يعني اكيد احنا يعني 3 ساعات لمده 5 ايام واحنا قدام الكاميرات على الهواء. انا اعتقد انه في زلات كثير سويناها يعني فانتوا اصدقائنا تدمحون الزله وتسترونها. الزله. فاي والله تكفر. ستر وغطى. ستر وغطى لنا. فالله يعني يوفقكم وترى احنا بشر ونغلط ونزل ولكننا نجتهد والله نجتهد لاننا يعني نقدم الشيء الجميل. يا اخي يكفي اني اقعد بثوب شماغ 3 ساعات ترى. ما يدرون يعني خلينا نقول شيء ترى احنا بعد الحلقه غالبا نجلس نتحاسب مع بعضنا نتصافى.
اي صحيح. انت يا محمد قلت كذا، لا يا خالد انت سويت، انت جاوزت الفقره، ما قدمت، اخرت، في سبيل نحاسب انفسنا للارتقاء ويعني معالجه الامر اول باول. طيب محمد الشريف، اذا زاد رصيدك ما يناسبك، هل ممكن مكه تجمعنا؟ والله ما شاء الله جالسين شغالين على مواسم. والله انا قلت لكم حتى زاد رصيدك صدقوني لو يكلموني يقولون تعالوا متسابق مره ما عندي مانع، عيوني ودي، لكن انا اعرف توجه زاد رصيدك. مكه تجمعنا اي شيء، اي برنامج في هذه القناه الرائعه بالعكس يشرفني. يا سلام. شكر لكم جميعا 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 صراحة على تفاؤلكم، على شكركم. طبعا برضو ما ننسى بعضهم يقول ليش وين بندر، نشكر بندر البريدي وياسر حكمي اللي كانوا معنا برضو، يعني ما ننساهم هنا يسألون وينهم. ليش ما أبرزتوا فعاليات الرياض؟ من أن أبرزنا يعني صلى على النبي من لحظة صلى على النبي من اللي من اللي يرد؟ أي لا 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 أنا بقولك يمكن ما تابع الأيام الأولى. يمكن ما تابع. بسيط يمكن ما تابع. الله لا عشان نبين قطرة الندى أيضا من حق يعني إذا نكتبت إنه ثلاث أيام كان معنا حبيبنا ياسر حكمي بين كل فعاليات الرياض. بالتاريخ وبالوقت وبالزمان. يقول لك دائما الحلقة الأخيرة تزود سرعتها. شكرا يا نوار. ما بقى إلا 10 دقائق. بقى 10 دقائق، احنا نبي مساحة 5 دقائق مو 10 دقائق، معلش واصل يستاهلون. أسلم. يستاهلون. شكرا للبرنامج، أنا صراحة أنا أبغى أبتعد عن الشكر والثناء، الله يسعدكم، أنا بندخل إن شاء الله، أنا أتكلم عن نفسي ومحمد وحبيبنا خالد بندخل هاشتاج والله بنشوف الله يسعدكم. صحيح. لكن نبغى استفسارات. خالد ليش ما في كرسي؟ طبعا هم سألوا الكل لكن وجه لخالد، ليش ما في كرسي اعتراف؟ أكثر يمكن متعودين على كرسي اعتراف. إيه؟ ابدا اتوقع الاريحيه هي اعتراف بذاتها يعني العفويه دائما تخليك. وشيء ثاني بعد بساعدك في الرد اذا سمحت، كرسي الاعتراف ما كنا نغفل الفقره هذه وكنا نبي نحطها، بس صراحه هي ممكن تصير للضيوف اللي اصلا عارفين من البرنامج ومستقرين وجالسين معنا، لكن صعب انك تجيب ضيف ويتكرم عليك بالجيه ما ويتعنى ويتعنى ويقدر بعدين تقول تعال عندنا لك كرسي اعتراف حتى لو كان شيء بسيط. قصدي من ناحيه المبدا فقط. لذلك اما كان قصدهم من انه احنا الثلاثه فاحنا على عفويتنا ويعني ويمكن كل واحد فينا كتاب مفتوح مفتوح نعم احد يجي يسال في حسابه جاوب شيء ولا اطيب لك. انا متاكد ان متاكد ان هالخمس ايام انهم عرفوا اشياء ما كانوا يعرفونها. اي ما شاء الله لو يمكن في شخصيتنا ولا في تصرفاتنا يمكن عرفوا اشياء كثير ما. طيب يا رب عفوك والحنين. انا ما ودي والله اسال اسئله لكن لانه برضو من ضمن مجموعتكم، هل لك يا عبد العزيز برامج واقعيه او مشاركه في قناه بدايه؟ اتشرف وفي اي برنامج. طبعا ثلاث يسالون فعلا. انا كنت اليوم بشماغ والان غيرت بغتره واسف يعني على اللخبطه، بس هذه كان مقلب كذا فيكم. يعني كان مقلب، كنت في بدايه الحلقه غتره شماغ غتره شماغ، بس عشان المصداقيه عشان ما يقولون كذاب. طيب برضو الله يسعدكم الله يجمل حالكم. يا سلام. مرام تقول كنا نتمنى وقت اطول، الله يهديك. رد على انت كفو وبرد تبي والله اطول كل يوم. والله ثلاث ساعات ثلاث ساعات ترى مره كثير. هم ترى يحسبون المتابعين يعني للزياده، ترى لا تحسبون يا ربع انها ثلاث ساعات يا ربع، حسيت اني مجلس اخواني واخواني لا تحسبون انها ثلاث ساعات. انا نجي قبلها بساعتين وبعدها بساعتين وغير كذا انشغال يعني عندنا ترى دوامات يعني الاعداد للحلقه. الاعداد للحلقه اطلع دوام خمس اروح اوصل البيت يا الله حتى ما في غفوه. هذه لبيتك له حق واهلك حق ودوامك حق ومالك حق لا وش دخل مالك. صحيح. انت ظاهر المفلى يا اخوان. هل لكم برامج؟ قلنا هل لكم برامج؟ طيب هذا جاوبها محمد. اكثرها ان شاء الله مقدم ناجح من الحمد لله. خالد كرم مقدم ناجح لكن هذا اهم شيء اللي بعد لكن. ليش ما شفنا لك مشاركه؟ يشدون في القنوات. اي والله والله هذا جوابي يعني بكل تجرد وشفافيه. كان اختياري الفتره الماضيه يمكن خلال 10 سنوات الماضيه اني اكون خلف الكواليس منتج برامج او في الاعداد وشاركت في برامج كثيره. حلو. ما اخترت اني اكون يعني يوم من الايام ضيف او مقدم. يمكن اني اجلت الفكره الى بعدين. شاء ربي ان على يد محمد الشريف على قناه بدايه تكون اول يعني مشاركه مباشره صح العباره، كان لي بعض التقارير بعض الشيء واضفت لنا كثير. الله يبيض وجهكم. وانا اقول ارجو اني اكون وفقت وربما تكون هي نقطه الانطلاقه. يا سلام. برضو شقردي يقول متى نشوفك يا عبد العزيز على التلفزيون؟ الان انت انا على التلفزيون. ممتاز راسي والله. الله يسعدكم.
نقدم اخوك عبد العزيز طبعا مقدم. انا ما احب والله المسميات، لكن انزلوا الناس منازلها، لست بداعيه ولا شيخ صدق والله. الناس يقول يا شيخ ولا زي كذا، لا انا مجرد مقدم برامج ترفيهيه على المسارح وايضا على التلفزيون، وتشرفت اني اكون مقدم يعني. هو كل شخص يحب ينادى باسمه، لكن الالقاب تمنح دائما، الالقاب تشرف فيها سواء كان شيخ يا استاذ يا اللي هو مثلا زي اللي هو اليوم. هل انتم اصدقاء في البرنامج والاعلام او في الخارج؟ الله يصبرنا في الخارج بعد. والله هو يعني العلاقه ممتده لسنين طويله الحمد لله عليك. والجروب يعني اكبر من حكايه عبد العزيز ومحمد وبندر ومحمد النحيت وياسر الحكمي. سؤالكم يا محمد الشريف، وين نلقى قصتك اللي هي الظاهر انها قصتي في كل مكان، في سواء الموقع الالكتروني اللي موجود في حسابي في تويتر او في اليوتيوب على شكل مقطع فيديو، او ممكن يكتبون محمد شريف الاصرار، جائزة الاصرار نعم، ملخص بشكل مقطع فيديو وبس. يا عين ابوي تقول عبد الدريس هل انت اللي طلعت في قناة الساحة؟ نعم طلعت كبرنامج. بندر بريدي يقول لا تنسون دعم الاسر المنتجه يستاهلون. استغفر الله تقول ليش ما جبت ابنك راكان؟ انت وعدتهم جهه؟ لا والله ما وعدتهم. والله كان اضافه. ان شاء الله في المرات الجايه. بسم الله لا يسر ربي يحفظه يصلح اخوي. الله يسعدكم. المرات الجايه ان شاء الله. الله يسر. طبعا انا بجاوب بكل صراحه، انا بجاوب بكل صراحه على ما اروح هناك يا ابو راكان. انا صراحه ضد، انا واخواني محمد وخالد ضد ان شباب الرياض افضل ولا شباب القصيم، نحن كلنا مكملين بعض. حسن. وشباب القصيم يكملون شباب الرياض، يكملون شباب اللي بعده واللي بعده، انما جينا هنا الا نحمل رساله هادفه، نبتغي ما عند الله، اللهم لا رياء ولا سمعه ولا فخر، ما نفتخر بها الا يعني للطاعه ولا ايش الكلام هذا؟ هذه كاميرتنا. اوكي. سم. بسم الله. تعال حبيبنا خالد. احنا معنا خمس دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم. في ناس كثير يقولون ليش كلهم يسألون ترى يا ابو راكان ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. هذه اول وقت يا محمد؟ اي والله في البرنامج يستاهلون ما شاء الله يستاهل والله كل خير. خلونا نقول لكم شكرا لتفاعلكم معنا، وشكرا لوقفتكم، وشكرا جلستكم الثلاث، على الأقل احنا هنا جالسين ونعرف ان البرنامج بيضيف لنا، انتم جالسين خلف الشاشات الفترة هذه كلها الثلاث ساعات كل يوم، ترى عشان تدعمونا وعشان توقفون معنا وتغردون في الهاشتاج وتتعبون حالكم، فالله يا رب انه قدرنا على اننا نكون قدمنا لكم يعني شيء يفيدكم وشيء يعني يضيف لكم. نعم. وإذا إحنا أحسننا فهذا من الله سبحانه وتعالى، وإذا أخطأنا فهم من أنفسنا ومن الشيطان. الله يسعدك يا حبيبي محمد. أنا أقول قبل الختام شكر خاص لميمتي ولبي ولزوجتي أنها تحملت صراحة أني أجي من الدوام على طول على ولبنيتي وأيضا لدوامي، وشكر خاص لقناة بداية لجميع الطاقم. أيوة من سامي الجعوني إلى بشير اللي كان يرتب وينظف، وكلهم كلهم مخرجنا الغالي مخرجنا. طبعا أنا كاتب أسماءهم إذا تسمحون لي والله، لأن والله لهم حق علينا. مدير القناة حبيبنا الغالي سامي الجعوني، وأيضا صاحب القناة الشيخ عبد العزيز عريفي، مدير برامج فيصل هويمل، المخرج عمرو عادل، فريق الإعداد حسين الفيفي اللي تعبناه والله، هو نايف الجعيدي، وأيضا القسم الهندسي منيب الحربي وفؤاد ومحمد السيد وأحمد السيد وإسماعيل ومحمد حسين وعبد المجيد البريكي مصور رائع، وطاها وصلاح ومحمد علي وعبد الرحمن سيف وبشير وحاريس وجميع كل الطاقم، وشكرا لكم أنتم أيها الجمهور العظيم، بالفعل أتعبناهم، إن كان من عقلتهم خطأ فمني ومن الشيطان، إن كان مصوفه من الله وحده سامحوني وحللوا بدل من شيء. في شيء بقوله بعد، أنا كثير يكتبون في الهاشتاج شكرا وكثروا الشكر لي أنا شخصيا، وأنا أقول لكم لا أنا أقول لكم والله العظيم من الشباب عبد العزيز وخالد مشتغلين في الموضوع أكثر مني وتعبانين فيه أكثر مني، فالشكر لله سبحانه وتعالى ثم لعبد العزيز وخالد وبندر والشباب مكملين بعض. الإنسان قليل بذاته كثير بإخوانه. الله يسعدك. ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. جميل أننا يعني نقدر نلخص يعني النواقص والسلبيات. اخترنا هالفريق واخترنا محمد الشريف، ثلاثي نكمل بعضنا، كل واحد صحيح. يعني ربما يكمل زاوية،
ونشيل بعضنا. الشكر أولا وآخر لله سبحانه وتعالى، ثم لقناة بداية والقائمين عليها. كما أن الجميع وجه شكر لوالديهم، أنا أوجه شكري للوالدة وأخواني، وأترحم على أبوي وأخوي بكل كبير، وأسأل الله أن يجعلنا فتيا خير مغاريق الشر. إن أصبنا فمن الله وحده، الله يعطيكم العافية. وشكرا جزيلا لكم، واستودعناكم الله الذي لا تضيع ودائعه. لا تنسوا مثل الورقة بالورد والريحان نغتنم هالفرصة، خلى في الحديقة نستمع القصة. بالورد والريحان نغتنم هالفرصة، خلى في الحديقة نستمع القصة. جينا 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 والشوق يحدينا، في صيف نلقاكم والفرحة تغشى. جينا 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 والشوق يحدينا، في صيف نلقاكم والفرحة تغشانا. بالورد والريحان نغتنم هالفرصة، خلى في الحديقة نستمع القصة. بالورد والريحان نغتنم هالفرصة، خلى في الحديقة نستمع القصة. جينا 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 والشوق يحدينا، في صيف نلقاكم والفرحة تغشانا. جينا 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 والشوق يحدينا.